بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا شباب سينيورون؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والنهارده هنتكلم على homework correction lecture 5، اللي هي كانت بتتكلم mainly على solving trigonometric equations و solving the right angle triangle. يلا بينا. solving trigonometric equations. اول سؤال بيقول if الثيتا بتبيلونج من 0 لل 360 الساين سيتا بلس 1 ايكوال 0، عايز الثيتا. طبعا طبيعي حد هيروح قايل لي طالما ساين سيتا بلس 1 ايكوال 0 يبقى اكيد ساين سيتا بايه؟ نيجاتيف 1، او ان انا اودي ايه ال 1 دي الناحية التانية فيبقى عندي ساين سيتا ايكوال نيجاتيف 1. تمام، يبقى الثيتا هتكون بكام واحنا عارفين ان هي من الزيرو لل 360 بس؟ امتى الثيتا الساين بتاعها يدينا نيجاتيف 1؟ اه كنا قايلين ان دي حاجات من المحفوظ اصلا من غير ما اعمل شيفت سولف ولا حاجة، ولا حتى اعمل شيفت ساين مثلا او كده. ممكن ده اوبشن يعني، وهيدينا الاجابة مظبوطة، بس يعني لو حد جرب هيعمل ايه شيفت ساين مثلا نيجاتيف 1 هيدينا ان الثيتا بكام؟ نيجاتيف 90. اه ما انا عارف ان دي هي مين؟ 270 لو زودت 360. تمام، او ان انا اكون حافظ ان انا عندي ايه الساين، انا عارف الاشارات بتاعتها وعارف الحاجات الاساسية ان هنا الساين بزيرو، هنا بزيرو برضو، اما هنا بون، اما هنا بنيجاتيف ون. تمام، فدي لما الانجل تكون بزيرو، هنا لما تكون بون 180، هنا 90، هنا 270، فساين كام يدينا نيجاتيف ون؟ ساين 270. اللي بعده برضه نفس الكونسبت، بس هنا كوزاين سيتا بقى هي اللي ايكوال نيجاتيف 1، يبقى سيتا بكام؟ اه 180، دي ما فيهاش مشكله، ده تشويس بي برضه، سواء يا اما تكون محفوظه او يوزنج كالكليتر برضه سهل. بعد كده هنا هنجيب الكوزاين سيتا هتبقى ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. حلو، لو جربت يوزن كالكليتر هيدينا كام؟ انجل 120، هيدينا السيتا ب 120، ولو حولتها راديان هيدينا بكام؟ ديفايدد يعني 180، هيدينا 2 اوفر 3 باي، اللي هي تشويس بي. هل اروح على طول واختار تشويس بي وانا عاملها يوزن كالكليتر واكيد الكالكليتر مش غلط ومش عارف ايه والشغل ده؟ ها لا، ليه؟ نركز في السؤال هو عايز ايه اصلا. بيقول بقى ان الثيتا دي هي مين؟ is the measure of the greatest positive angle ال من 0 لل 2 باي. تمام، فدي greatest، اه فهي اللعبة هنا ايه في الكلمة دي، فنقرا السؤال طبعا ايه مهمة جدا. فاحنا عارفين ان الكوزاين امتى تكون بالنيجاتيف بالاستيك رول. امتى تكون بالنيجاتيف الكوزاين؟ اه في السكند او في الثيرد كواد. تمام، وطالما هو عايز الجريتست يبقى احنا فين طبعا؟ اه يبقى احنا في الثيرد طبعا، والثيرد انا عارف ان انا بعمل 180 بلس يلا كوزاين بقى انفرس الهاف من غير النيجاتيف. تمام، ما بنحطش الاشارة، بس نجرب ونشوف هتطلع كام. هتطلع 240، عايز احولها راديان اعمل ديفايدد باي 180 والزق فيها ايه الباي، اللي هي تطلع 4 over 3 باي اللي هي choice C. تمام، حاجة سهلة زي كده محدش يتلخبط فيها. اللي بعده أعطينا السك نيجاتيف سيتا ايكوال 2. اه طب السك ده هو اصلا الريسبريكال بتاع مين؟ الريسبريكال بتاع الكوزاين، يبقى كوزاين سيتا او كوزاين بقى نيجاتيف سيتا عشان انا عندي الانجل نيجاتيف سيتا، كوزاين نيجاتيف سيتا هتبقى ايكوال ايه؟ هشقلب ال 2 تبقى هاف يعني. حلو، طب النيجاتيف دي لو مضايقاني، اه انا عارف ان الكوزاين ايتس الساين، يعني ممكن ايه اشيلها اصلا، يعني كوزاين سيتا اقدر اقول ان هي ايكوال هاف برضو عادي. تمام، ونركز السيتا بقى قايل لي ان هي بتبلونج من زيرو لباي، يعني يا اما في الفيرست يا اما في السكند. طبعا الكوزاين سيتا بالبوزيتيف يبقى احنا اكيد في الايه في الفيرست، بس شفت بقى كوزاين هاف يدينا 60 degree لا choice A. بعد كده the solution set of the equation D where
ان السيتا من 180 لل 360. من 180 لل 360 دي يعني من فين وفين؟ يا اما في السكند، يا اما قصدي في الثيرد ولا ايه، يا اما في الايه، يا اما في الفورس، صح؟ ما انا عارف ان ايه، هنا زيرو، هنا 90، هنا 180، وهنا 360 تاني، وهنا 270. هو بقى عايز من 180 لحد 360 اللي هي في الثيرد والفورث. حلو، يلا بينا نحل. نعمل ايه في حاجة زي كده؟ طبعا لما بلاقي في ساين وكوزاين ما بحبش اشتغل على الاتنين كده، يعني ايه، صعبة طبعا. فبعمل ايه؟ ببساطة بعمل divided by حاجة تسهل لي الدنيا. ايه اللي هي ايه يعني؟ divided by كوزاين. ايه رأيكم؟ انا لو عملت divided by كوزاين سيتا ده هيبقى ايه؟ ساين سيتا على كوزاين سيتا اللي هي تبقى تان سيتا، يبقى تان سيتا بلس كوزاين على كوزاين 1 ايكوال ايه؟ 0. بس اودي ال 1 الناحية التانية، يبقى تان سيتا ايكوال نيجاتيف 1. حلو، وعرفنا ان احنا ايه، يا اما في الثيرد يا اما في الفورس. طبعا طالما التان بالنيجاتيف يبقى احنا فورس بقى. طب في الفورس كنت بعمل ايه؟ 360 ماينس تان انفرس ال1 من غير النيجاتيف، تطلع ايه، 315 ديجري. بعد كده من 180 برضو لل 360، يعني في الثيرد او الفورث. يلا اجيب الكوزاين في سايد لوحدي، يبقى كوزاين سيت ايكوال نيجاتيف 1 ديفايدد 2. يلا كوزاين نيجاتيف فين، في الثيرد ولا في الفورث؟ الثيرد طبعا. يبقى الثيرد بعمل ايه، 180 بلس كوزاين انفرس الهاف اللي هي تطلع 240 تشويس بي 7. بيقول الجنرال سوليوشن بتاع الكلام ده. دخلنا بقى في الجنرال سوليوشن، يلا بينا. التان سيتا اصلا لو عايز اجيبها في سايد لوحده هتبقى ايكوال ايه، هتبقى 1 اوفر الروت 3. كلام جميل. لو عملت شيفت تان اللي هي تان انفرس ال 1 اوفر روت 3 هيديني كام ديجري، 30 ديجري. حلو، لو انا عايز الريديان عشان شايف التشويس كلها ريديان، ديفايدد 180 والزق فيها الباي فتبقى باي اوفر ال 6. تمام. طب انا عايز الجنرال سوليوشن، كنا بنجيب ازاي الجنرال سوليوشن بتاع التان؟ ببساطة كنا بنعمل بلس باي ان، تمام، او ان باي مش فارقة. هل في تشويس كده من الأربعة؟ طبعا ليا تشويس A. بعد كده عايز برضه الجنرال سوليوشن بتاعت الكوزاين، وايه اللي كوزاين سيتا ايكوال هاف. طبعا لو عملت شيفت كوزاين هاف هيدينا 60، ولو حاولتها راديان تطلع ايه، باي اوفر ال 3. طبعا عايز الجنرال سوليوشن في الكوزاين، كنا بنعمل ايه، بوزيتيف ونيجاتيف وبلس 2 باي ان. يلا هل في تشويس كده؟ اللي هو تشويس A. طبعا الترتيب مش بيفرق، ده بلس وماينس يعني مش هتفرق، يعني 1 بلس 2 هي 2 بلس 1 يعني، تمام، محدش يتلخبط يعني. بس فطبعا دي هي ايه، دي. بعد كده 9 بيقول if sin theta equal negative half و cosine x، هو هنا في x ناقص، هعدلوها عندكم، هي دي في اكس هنا، وطبعا السيتا دي مكانها اكس. تمام، يلا عايز الاكس تطلع بكام. طيب تعالوا نشوف، اولا هي اصلا الساين اكس يطلع بالنيجاتيف امتى؟ دي في الثيرد او في الفورس. طيب الكوزاين تطلع بالبوزيتيف امتى؟ ده اول حاجه قبل ما ابدا في السؤال اصلا. تطلع بالبوزيتيف، دي في الايه، first او في الفورس. تمام. طب مش الاكس دي، ده انجل واحده يعني، الاكس دي هي الاكس دي يعني مفيش اختلاف طبعا. تمام، فايه الحاجه الكومن ما بين الاثنين، انهي كواد الكومن؟ طبعا اللي هو الفورس. يبقى انا كده عرفت طبعا ان الانجل اكس دي اكيد في الفورس كواد. بس ببساطه بقى، يا اما اشتغل على دي يا اما اشتغل على دي، بمزاجي مش فارق. تمام، انا كده كده عرفت ان احنا في الفورس كواد، فيا اما هعملها بالطريقتين يعني، يا اما انا عارف ان احنا في الفورس كواد وهعمل 360 ماينس
ساين انفرس الهاف من غير النيجاتيف، ناخد بالنا، او 360 ماينس برضو كام كوزاين بقى انفرس الروت 3 اوفر 2. تمام، حد يحسب دي وحد يحسب دي، هتلاقوا ايه ان الاتنين نفس الفاليو اللي هي بكام 330 degree. تمام، فلو حد اشتغل بالاسلوب ده او بالاسلوب ده الاتنين اكسبتد يعني. لو عايز احولها راديان ديفايدد 180 والزق الباي هتطلع 11 اوفر 6 باي. تمام، بعد كده 10 بيقول سيتا من 0 ل 2 باي the number of solutions of the equation دي ايه هي بقى؟ تعال نشوف، هي اصلا الساين سيتا هتبقى ايكوال ايه؟ 3 اوفر 2. حد يقدر يقول لي number of solution؟ حد من غير ما يفكر داخل كده ايه، مش هيفكر اصلا في اي حاجة، هيروح قايل لي ايه ده، ده الساين بالبوزيتيف، الساين بالبوزيتيف في الفيرست والسكند كواد، يلا تو سولوشن ايه، خد الزيرو. تمام، لازم ناخد بالنا اصلا ال 3 اوفر 2 ده اتكلمنا عليها في الحصة، ال 3 اوفر 2 ده بكام ده اصلا؟ يعني لو عايزينه ديسيمال ده ب 1.5. طب هل في اي انجل في الدنيا الساين بتاعها ينفع يبقى اكبر من ال 1 او اصغر من النيجاتيف 1؟ مش كنا قايلين الكلام ده ان احنا اصلا الرينج بتاع الساين احنا عارفين ان احنا الماكسيمم بتاعنا 1 والمينيمم هو نيجاتيف 1. تمام، فلو الساين سيتا مثلا ب 3 اوفر 2 يبقى طبعا السيتا دي ايه، doesn't belong لل r الريل نمبر، مفيش اي رقم هيديني ايه الساين بتاعه ب 3 اوفر 2. تمام، فطبعا لما يسأل عن number of solution تطلع زيرو، محدش يقع في الفخ ده. تمام، ولو كان بيسأل على solution set فالsolution set هيبقى فاي. كلام جميل. اللي بعده يقول عايز the solution of the equation اللي هو عطيانا دي. طيب تعالى نشوف، مبدئيا كده سيتا ماينس 90 عادي لو مضايقانا ممكن نسيبها زي ما هي كأنها حاجة بتنجان هنا أي حاجة، وبعد كده في الآخر أبقى أتصرف فيها، أو إن أنا أحولها من الأول، بس الأحسن إن أنا إيه أسيبها زي ما هي، بلاش أشغل دماغي بالتحويل وبتاع. طب لو حد بيفكر إن هو عايز يحولها عادي ممكن يزود 360 عشان تكون واضحة، فهتبقى إيه 270 بلس سيتا، و 270 بلس سيتا دي في أنهي كواد؟ فورس كواد، و 270 شريرة فتقلبها كوتان، فدي تبقى كوتان سيتا وفي نيجاتيف عشان احنا في الفورس وايكوال روت 3. تمام، ممكن ويقلب يودي النيجاتيف الناحية التانية ويقلب الكوتان تان، يبقى التان سيتا تبقى ايكوال نيجاتيف 1 اوفر روت 3. تمام، ويشتغل على دي. تمام، مفيش مشكلة، او بدل ما اخش في الحوارات دي كلها عادي كأني مش شايف اللي جوه ده، يلا يا عم مش شايفك ماشي، فاقول ان التان بالبوزيتيف فين؟ او في الفيرست او insert. تمام، بلاستيك رول. يلا لو احنا في الفيرست هعمل ايه؟ هتبقى تان انفرس الروت 3 ده كده في الفيرست. طب لو احنا في الثيرد يبقى 180 ماينس التان انفرس ال 180 بلس، احنا في الثيرد قلنا تمام ما نتلخبطش، 180 بلس تان انفرس كام؟ الروت 3. نحسب ده ونحسب ده، فدي تطلع ب 60 ودي هتطلع ب 240. تمام، الحمد لله ان هو مش حاططها لي في التشويسز بس ممكن يحطها يعني، بس ناخد بالنا ان اللي انا جبته ده هو مين بقى؟ ده الانجل اللي كانت جوه اللي هي مين؟ دي كانت سيتا ماينس 90. تمام، فدي السيتا ماينس 90 ايكوال الكلام ده، بس سيتا ماينس 90 هي اللي ايكوال الكلام ده. يبقى انا لو عايز السيتا او ببساطه ان انا هعمل ايه، هودي 90 الناحيه التانية، يعني اعمل لها 60 بلس 90 تطلع 150 و 240 بلس 90 تطلع 330 اللي هي تشويس سي. تمام، فانا شايف ان الاسلوب ده ايه احسن يعني عشان ما نتلخبطش بقى في حوار ان احنا التحويلة بتاعت
تان لكوتان ومش عارف ايه والنيجاتيف طب ليه؟ تمام اللي بعده بيقول if ال x من 0 لل 2 y عايز ال solution set برضه. يلا عايزين تشتغلوا ازاي؟ هل نحاول ده؟ لا طبعا، هو اصلا التحويلة هتبقى صعبة وصعبة اوي. ده هنا مجبرني ليه؟ لان ال boy over ال 3 دي اللي هي اصلا بتاع ده 60 تمام. فهل اصلا اخدنا حاجة مثلا 60 ماينس او حتى لو زودنا مثلا كام؟ مش هينفع نزود. ماشي لو هي نيجاتيف 60، نيجاتيف 60 لو زودت 360 هتبقى 300. هل هنعرف تحويلة من 300 بلس اكس هتبقى بإيه أصلا؟ لأ، الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي 180 ماينس 180 بلس 270 ماينس 270 بلس والحاجات دي تمام. فهنا مجبرني على الأسلوب اللي احنا ايه لسه متكلمين عليه فوق تمام. فبرضه كأني مش شايف الأنجل ولا تلزميني في حاجة. الكوزاين بالبوزيتيف فين؟ اه في الفيرست والفورث. حلو يلا بينا. لو احنا في الفيرست يبقى هعمل كوزاين انفرس 1 اوفر روت 2. طب لو احنا في الفورث هعمل 360 ماينس كوزاين برضو انفرس 1 اوفر الروت 2 ونحسب. دي هتطلع كام؟ 45 ودي هتطلع 315 تمام. ما استعجلش واحول وبتاع، لا نجيب بس اللي هو عايزه. هو بيقول ان الاكس ماينس الباي اوفر 3، احنا قلنا ان الباي اوفر 3 دي لسه كنا حاسبينها ب 60. يبقى عندنا الاكس ماينس ال 60 ايكوال كام؟ الكلام ده يبقى الاكس هتبقى 45 بلس 60، يعني الاكس هتبقى 105 او 315 بلس ال 60 برضو تطلع 375. نحولهم بقى راديان عادي ديفايدد ال 180 تطلع 7 over 12 باي، ودي هتطلع 25 over 12 باي تمام. هل في تشويس كده؟ لا مش موجود. طب اعمل ايه؟ اما ناخد بالنا بقى ان ايه دي اصلا بكام؟ 375 دي اصلا اكبر من 360 صح ولا لا؟ هو كان قايل لي ان الاكس من 0 ل 2 باي تمام. فانا اعمل لها ريفيوز وخلاص؟ لا طبعا. اعمل ايه طيب؟ ماينس 360 عادي، يبقى 375 ماينس 360 هيدينا كام؟ 15. ال 15 لو حولتها بقى راديان هيدينا كام؟ 1 over 12 الباي تمام. ظهرت كده الإجابة اه اللي هي تشويس سي باي over 12 اهي، و 7 باي over 12. محدش هيستعجل ويعمل ريجكت عشان ناخد بالنا ان دي ايه بره اصلا الانترفال، وانا من حق اعمل ايه ماينس 360 عادي. طيب اللي بعده بيقول لنا ان السيتا من 0 ل 2 باي. حلو، واعطينا بقى 2 كوزاين سكوير سيتا ماينس 1 ايكوال 0. طب يبقى كوزاين سكوير سيتا هتبقى ايكوال 1 اوفر ال 2. هل اشتغل عليها كده؟ لا طبعا، في ايه باور 2، فهعمل سكوير روت زي المعتاد بقى عادي. يبقى كوزاين سيتا ايكوال ايه بقى؟ اه بوزيتيف او نيجاتيف 1 اوفر الروت 2 تمام. او لو جربتها على الكالكليتر هيدينا ايه؟ روت 2 اوفر ال2 هي هي. فما ننساش لما نعمل ايه سكوير روت ما ننساش نحط البوزيتيف او النيجاتيف. قبل ما نكمل بقى السؤال، حد متوقع الاجابه تبقى ايه من دلوقتي كده؟ ها المفروض يكون عندكم السنس كده. خلاص احنا عرفنا ان السيتا من 0 ل 2 باي، يعني معايا الكوادرنتس الاربعه كلهم، وطلعنا ان كوزاين سيتا بوزيتيف او نيجاتيف كذا. فقبل ما اكمل حل، ايه المفروض انه يبقى متوقع وهو عايز سوليوشن سيت؟ اه ان هي تبقى تشويس ايه من غير ما اكمل اصلا. ليه؟ لان بديهي جدا ان هي لو كوزاين سيتا بالبوزيتيف هقول ان احنا فين وفين. اه هقول ان احنا في الفيرست او في الفورث. طيب لو احنا كنا كوزاين سيتا كانت بالنيجاتيف، اه ده انا هقول ان احنا في الايه، اه في السكند او في الثيرد. يعني اصلا في انجل في الفيرست وفي انجل في السكند وفي انجل في الثيرد وفي انجل في الفورث، يعني لازم يطلع لي 4 انجلز تمام. بس وهم الاربعه مفيش ولا تشويس كده موجوده غير ده تمام.
فدي برضو حاجة ايه للسرعة يعني. طب لو حد عايز يكمل طبعا ايه عادي نكمل، فهنقول لو هي كانت بالبوستيف هنقسمها بقى، لو كنا بالبوستيف ولو كنا بالنيجاتيف. لو كنا بالبوستيف يبقى احنا زي ما عملنا بقى ايه، كانت موجود شبهها في الترم الاول يعني. يبقى احنا في الفيرست او في الفورث. لو احنا نيجاتيف يبقى احنا في السكند قلنا او في الثيرد. يلا لو في الفيرست يبقى هعمل ايه عادي، كوزاين بقى انفرس الروت اوفر تو عادي ادينا 45. طيب لو احنا في الفورث هعمل 360 ماينس ال 45. طب لو احنا في السكند هعمل 180 ماينس ال 45. طب لو احنا في الثيرد هعمل 180 بلس ال 45. نحسب فعلا هيدينا ايه الانجلز دي مظبوط. بعد كده 14 بيقول السيتا برضو من 0 لل 2 باي 2 ساين سيتا كوساين سيتا بلس 3 كوساين سيتا ايكوال 0. طبعا في ساين وكوساين مش بحب اشتغل كده، محدش يتلخبط ويقول لي انا هعمل ديفايد باي كوساين. انت كده بتضيع حل من الحلول. ليه؟ لان ممكن اصلا ان الكوساين دي تبقى بزيرو مثلا، كوساين سيتا يعني تبقى بزيرو، فزيرو تايمز اي حاجه بزيرو بلس الزيرو هيدينا ايه زيرو فعلا. تمام، فما دي ايه محدش يتلخبط ويقول ان انا هعمل ديفايد باي كوساين، كده كانك بتعمل ايه ديفايد باي الزيرو، وده طبعا ايه حرام شرعا يعني. تمام، بس فناخد بالنا من حاجه كده. فطبعا لو عايز اكمل ممكن اخد الكوساين زيتا كومن، ما انا عندي تو تيرمز الكومن فيهم كوساين سيتا، اخدها كومن يتبقى لي 2 ساين سيتا بلس 3 ده ايكوال ايه 0. يبقى ايزر ان كوساين سيتا ايكوال 0 اور ان ده ايكوال 0. طيب لو كوساين سيتا ايكوال 0 يبقى السيتا بكام؟ معروفة ان هي تكون ب 90 او ب 270، ان السيتا يعني تكون ب 90 او 270. طب ده لو كان ب 0 هيبقى ساين سيتا ايكوال نيجاتيف 3 اوفر ال 2. هتاخد بالك من حاجة؟ دي ريجكت، ده اصلا ما ينفعش السيتا مش هينفع تطلع لي الفاليو، لان دي اصغر من ما دي اللي هي نيجاتيف 1.5 دي اصغر من ال 1 فمش هتنفع طبعا. او لو جربت شيفت سولف شيفت شيفت ساين يعني على الكالكليتر 3 اوفر 2 هيدينا طبعا ايه ماس ايرور، فنفهم على طول ان هي ايه ريجكت دي. بس يبقى الانجل اللي اكسبتد بس هي ال 90 وال 270 اللي هي تشويس بي. كلام جميل. بعد كده برضه عطينا ان الاكس من 0 to y كلام كده is not. طبعا حد ممكن يكون واخد باله ويقول لي ان دي فوق هيبقى difference between two squares وتحت difference between two squares برضه، بس مش احسن حاجة. طيب حد تاني مركز اكتر يقول لي طب ما انا اقدر اصلا اشيل دي كلها واعوض مكانها بحاجة، ايه هي؟ 1 minus sin square x دي بايه؟ دي بكوزاين سكوير اكس، صح ولا لا؟ طب ما كده استفدت ايه؟ ببساطة بقى ان انا اقدر اوزع، يبقى كوزاين سكوير اكس اوفر كوزاين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس اوفر الكوزاين سكوير اكس. تمام، فدي تطلع بكام؟ بون، ودي تطلع بايه؟ تان سكوير، يبقى تان سكوير اكس. تمام، في بلس 2 بقى ايكوال 0. بس عايزين نكمل نودي التاني الناحية التانية، يبقى 3 ايكوال تان سكوير اكس. يلا هنعمل ايه؟ سكوير روت. يبقى لو عملت سكوير روت هيبقى بوزيتيف او نيجاتيف روت 3 ايكوال تان اكس. برضه نفس الكلام قبل ما اكمل، متوقعين الاجابة تبقى ايه؟ يا اما دي يا اما دي، صح ولا لا؟ لان انا متوقع ان الاكس دي تبقى ليها 4 values. طيب تعالوا نكمل، التان اكس طلعت لي بوزيتيف او نيجاتيف روت 3. يلا بينا نفس الفكرة، لو احنا كنا بوزيتيف لينا كلام، لو احنا كنا نيجاتيف لينا كلام تاني. لو احنا كنا بوزيتيف يبقى احنا في الفيرست او في الثيرد، لو احنا كنا نيجاتيف يبقى احنا في السكند او في الفورث.
يلا نكمل. لو في first عادي هعمل tan inverse root 3 تطلع 60. طيب لو في third يبقى 180 plus 60. second 180 minus 60. fourth 360 minus 60. حلو، نحسب ونحول radian هتطلع choice C. ناخد بالنا هو لعب بس في واحدة بس منهم، يعني كان لازم نجيب الأربعة عشان نعرف مين الواحد، لأن دي بس هي الفرق، دي 4 over 3 أما دي 3 over ال 4، وأنا كنت عايزها كام؟ 4 over 3. تمام، فهي عايزة ايه؟ نظر يكون كويس. بس اللي بعده عايز solution set بتاعت ال equation دي equal كام؟ يلا أول حاجة بس الكوسيك هي أصلا الريسيبروكال بتاعت مين؟ ساين، صح، يعني دي هي ساين سيتا بلس وان اوفر الساين سيتا ايكوال تو. تمام، ممكن حد يقول لي من قبل ما احل اصلا ومن قبل ما ابدا انا عارف الاجابه هي ايه؟ باي فار تو اللي هي 90. يعني اذا عرفت منين ازاي كده مش عارف ايه؟ ببساطه انا عندي ساين بلس وان اوفر ساين ماشي ايكوال تو. الفكره بقى في التو ده، اما التو ده عشان اوصل له انا عارف اصلا ان الساين سيتا الماكسيمم بتاعها كام؟ 1، صح ولا لا؟ ده الماكسيمم، فانا عشان اوصل للتو نفس الكلام، الساين اللي تحت الماكسيمم بتاعها 1، عشان اوصل للتو لازم يبقى 1 بلس 1، ملهاش حل غير ده. وامتى الساين سيتا تبقى ب1؟ لما السيتا تبقى ب90 طبعا اللي هي باي فور 2. فطبعا ده اسلوب ايه؟ شغال واكسبتد برضه. طب لو حد عايز يكمل، لا انا مش عاجبني الدينومينيتور ده فهعمل تايمز ساين سيتا، يبقى ساين سكوير سيتا بلس 1 ايكوال 2 ساين سيتا، بس هتكبر سيكا بقى. تمام، يلا نحط كله في سايد لوحده، يبقى ساين سكوير سيتا ماينس 2 ساين سيتا بلس 1 ايكوال 0. طب لو عايز اكمل ناخد بالنا ان دي شبه الكوادراتيك ايكويجن. تمام، اه ما احنا قايلين ان الكوادراتيك ايكويجن هي اي بتنجان باور 2 ماينس او بلس اي حاجة. تمام، اي حاجة هنا نفس البتنجان. تمام، بعد كده بلس او ماينس اي حاجة ايكوال ايه؟ زيرو. تمام، اهم حاجة البتنجان اللي بقى عامل له باور 2 يبقى هو ايه؟ البتنجان اللي هنا بس. فده نفس الفكرة، الساين سيتا هي دي البتنجان باور 2 ماينس 2 للبتنجان بلس 1 ايكوال 0. مود 5 3 اقدر احسب الساين سيتا تبقى بكام، فهيدينا ان الساين سيتا ايكوال 1 ومفيش غيرها. بس يبقى انا عرفت طبعا ان السيتا هتبقى ايكوال باي اوفر 2 اللي هي 90. حلو، ف كلام جميل، بس اللي بقى طبعا اللي قال لي ان اقدر طبعا اعتبر ان الاي ساين سيتا لازم تكون ب1 عشان يدينا ال2، طبعا ايه اسلوب ممتاز كويس اوي. اللي بعد لسه الفكرة متكلمين عليها اهي، ها، فلازم ايه تكونوا واخدين بالكم. عندنا 2 بتنجان باور 2 ماينس 5 بتنجان ماينس 3 ايكوال 0، يبقى كده هنحسب البتنجان يطلع بكام، فهنعمل 2 نيجاتيف 5 مود 5 3، يعني 2 نيجاتيف 5 نيجاتيف 3 تطلع بالثري أو نيجاتيف هاف، يبقى البتنجان اللي هو كوساين سيتا هيبقى ايكوال ثري أور قلنا نيجاتيف هاف، صح؟ اه ماشي. يلا حد يتكلم دلوقتي بسرعة بسرعة بسرعة، حد يتكلم. اه طبعا الثري ريجكتد ما تنفعش طبعا لأن دي أكبر من الون. حلو، فدي من قبل ما ابدا ريجكت، يبقى انا هشتغل على النيجاتيف هاف بس، دي اللي ايه ممكن تنفع. يلا بينا، يبقى السيتا هتكون في انهي وانهي كواد؟ يلا على طول بقى، دي بالنيجاتيف يبقى في السكند او في الثيرد. لو احنا في السكند هعمل 180 ماينس كوزاين انفرس الهاف، لو احنا في الثيرد يبقى 180 بلس كوزاين انفرس الهاف.
فتطلع ب 120 و 240 اللي هي choice D. بعد كده بيقول سيتا بيلونج بقى من 0 ل 3 over 2 باي. نحسب 3 over 2 باي دي بكام؟ هتطلع لنا 270. يبقى كده يبقى السيتا هتبقى بيلونج من الفيرست كواد، سكند كواد، او الثيرد كواد. الفورس لو في حاجة في الفورس يبقى ايه؟ هتبقى ريجكت. تمام. وبرده نفس الشغل، بتنجان باور 2 بلس بتنجان ايكوال 0، فمود 5 3 على طول 2 3 1 تطلع الساين سيتا ب نيجاتيف هاف او نيجاتيف 1. تمام. طيب لو احنا في بنيجاتيف هاف، اولا الساين سيتا اصلا بالنيجاتيف فين وفين؟ في الثيرد او في الفورس. في حاجه ريجكتد، حاول ان الفورس ايه خلاص ريجكت. طب بنيجاتيف 1 هتبقى فين او فين؟ دي اصلا محفوظه، بس يعني لو حد مش حافظها عادي هنشتغل نيجاتيف في برضه الثيرد والفورس، وبرضه قلنا ان الفورس ايه ريجكت. طيب لو حد مش عارف بنيجاتيف 1 امتى، هي ب 1 عند ال 90. نيجاتيف 1 فين؟ عند ال 270. تمام. اللي تحتيه بس، فدي تطلع 270 من غير ما افكر. بس خلينا ايه نشتغل عادي. ثيرد يبقى 180 بلس ساين انفرس الهاف تطلع 210. تمام. طيب هنا لو في الثيرد برضه هنعمل 180 بلس ساين انفرس كام بقى؟ ال1 من غير النجم، يبقى 180 بلس شيفت ساين ال1 هيدينا 270. ده زي ما احنا قلنا. تمام. فما فيش مشكلة. طب لو جيت بصيت للتشويسز، ايه ده 270 مش موجود، ده مش موجود غير ال 210، هختارها طبعا وخلاص. بس لا، طب نعرف ليه هي مش موجودة. هنبص بقى للانترفل، لو ملاحظين هتلاقوا ان السيتا بيلونج من 0 open ل 270 open برضو. يعني ال 270 دي معانا ولا مش معانا؟ ها ادي مش معانا برضو. تمام. فكان لو حد عارف على طول ان ساين سيتا بنيجاتيف 1 عند ال 270، فعلى طول كان هيقول برضو ان هي كانت ريجكتد من الاول اصلا من غير ما يحسب. تمام. ده لو حد حافظ. اما لو طلعت لنا عادي، هنبص للانترفل هنلاقي ان احنا ايه بره الانترفل، هنعمل لها ريجكت. تمام. فالوحيده اللي هتكون اكسبتد هي ال 210 اللي هي تشويس بي. بعد كده بيقول ان السيتا بيلونج من 0 اوبن للباي اوبن بورد، يعني من 0 لل 180 والاثنين اوبن. وساين سيتا كوساين سيتا ايكوال هاف ساين سيتا. تمام. حلو. اعمل ايه؟ حد هيقول لي اعمل divided by sin theta، هل دي accepted؟ سمعت واحد قال لي لا، وسمعت واحد تاني قال لي مين صح بقى؟ اللي قال لي لا عنده وجهة نظر، واللي قال لي عنده وجهة نظر تاني. اللي قال لي لا بوجهة نظر ان ممكن sin theta تكون بزيرو، صح ولا لا؟ وقلنا فوق ان ما ينفعش ده، لو انا عندي شك 0.01 ان انا اعمل divided by حاجة تكون بزيرو. تمام. عشان ده حرام قلنا، بس ده وجهة نظر التاني اللي قال لي قال لي عشان الانترفل ده بقى كلام مظبوط. ايه هو؟ ان انا هنا من حقي فعلا انا اعمل divided by sin theta، علشان اصلا الزيرو مش معايا وال 180 مش معايا، وانا عارف ان sin theta equal zero امتى؟ لما السيتا تكون بزيرو او ب 180. تمام. فالاتنين اصلا مش معايا كده كده، هو اصلا شايله، فخلاص يبقى ايه مستحيل ان الساين سيتا تكون بزيرو، يبقى انا من حق اعمل ديفايد باي ساين سيتا عادي. تمام. دي الفكرة. يلا بينا. ديفايد باي ساين سيتا يبقى هيتبقى لي كوساين سيتا ايكوال هاف. بس هو كان عايز ايه السوليوشن سيت، صلحوها. بس هي مش solution set، هي طبعا ايه number of solutions، ظبطوها عندكم. فال number of solutions لل equation بقى هتبقى ايه
طلع لي ان الساينس ده يكوال هاف. حد هيقول لي ان هي تو سولوشنز، واحده في الفيرست وواحده في ال ها فورس. هل الكلام ده مظبوط؟ لا. ليه؟ بسبب برضو الانترفل. فالانترفل ده مهم على فكره، يعني مش بيحطه كده وخلاص، يعني لازم نكون فاهمين معناه برضو. طيب طبعا اللي في الفورس هتكون ايه؟ ريجكتد، لان هي بره الانترفل. احنا اصلا يا اما في الفيرست يا اما في السكند وبس. ف طبعا هيكون one solution only اللي هو هيكون في الفيرست كواد، وطبعا اللي هو ب60 يعني لو كان ايه موجود في الشويسز كنا ايه اخترناه. حلو، يلا اللي بعده. بيقول ان الثيتا بتبيلونج من 0 ل 2 باي، والاكس از ذا سوليوشن سيت بتاعت الايكويشن ساين ثيتا ايكوال 0، والواي هي السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن كوساين ثيتا ايكوال هاف. عايز بقى السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن دي. طب هي دي اصلا عشان احلها هقول يا اما ايزر ان الساين ثيتا تكون بزيرو، صح، او ان دي كلها تكون بزيرو. طب لو دي كلها يعني الكوساين ثيتا بكام يعني؟ ها تبقى 1 divided 2 اللي هي half يعني بس. فيبقى دي هحلها ودي كمان هحلها. هقول هنا ان sin theta برضو equal ايه 0. فده اور ده، عشان بنقول either ان sin theta تكون بزيرو او كل ده يكون بايه بزيرو. فهو مريحني بدل ما اكمل واحل وبتاع، لا قال لي انا يا عم السوليوشن سيت بتاعتك لو بدي اسمها اكس، دي السوليوشن سيت. طيب لو السوليوشن سيت بتاعتك اسمها ايه واي بتاعت ايه دي، حلو، يبقى بتاعت الايكويشن دي بقى على بعضها هتبقى مين؟ اكس انترسك، ده طبعا علامة الانترسكشن، تمام، يعني لازم تكون حاجة كومن ما بين ده وده، تمام، السوليوشن سيت بتاع ده والسوليوشن سيت بتاع ده، ولا اكس يونيون دي يعني يونيون، تمام، الواي برضو ترجمة اليونيون دي يعني اور، تمام، ترجمة الانترسكشن اللي هي اند او ان هي تكون كومن يعني. حلو، طيب اكس ديفرنس الواي هي مش طبعا مش ماينس عشان ده بيتكلم عن سوليوشن سيت. اكس دي اسمها ديفرنس، الحاجات دي برضه خدتوها يعني تقريبا في probability طبعا والحاجات دي. دي اكس ديفرنس يعني الاكس هشيل منها سوليوشن سيت، يعني بتاع الاكس هشيل منه سوليوشن سيت بتاع الواي، ولا العكس بقى ان الواي هي اللي هشيل منها السوليوشنز اللي في الاكس. فطبعا يعني السوليوشن سيت هيطلع ايه؟ اكس يونيون طبعا الواي، يا يعني اما ده اور ده، لسه كنا قايلين ان كده كده هي اور، احنا بنقول ايزر ده اور ده، تمام. يلا بينا. 21 بيقول if x و y بي belong من 0 ل 2 y و theta equal x plus ال y، عايز الست بتاع ال values بتاعت ال theta satisfies ال equation دي، تمام. طيب مبدئيا كده نفكر في السؤال ازاي. اول حاجة ال 1 ده ملفت الصراحة، تمام، انا عندي اولا sin x times sin y. حد ممكن يفكر يقول لي طب ما انا ممكن اشيل ال y واحط مكانها من هنا سيتا ماينس اكس، صح ولا غلط؟ صح طبعا، مش غلط، تمام. بس هل دي هيتفيدني في حاجة؟ لا، يعني مثلا لو كان قال لي اكس بلس واي ايكوال 180 مثلا، ادي طب حاجة ايه جامد. ليه؟ كنت هشيل فعلا الواي واكتب مكانها مثلا 180 ماينس اكس، تمام. طب ما 180 ماينس اكس هي هي ساين اكس، تمام، ساين يعني 180 ماينس اكس هي هي ساين اكس، انا عارف كانت ممكن. انما هنا لا، ده ما السيتا دي اصلا مش عارفها، فبلاش ادخل ايه variable جديد. طيب هفكر ازاي. اولا ال 1 ده ليه قصة طبعا، ايه هو؟ هو عايز ساين حاجة تايم الساين حاجة تانية يديني 1. طب ما انا عارف ان الساين اصلا الماكسيمم بتاعها 1، صح ولا لا؟ طب و الساين واي اكيد برضو الماكسيمم بتاعها 1 والمينيمم نيجاتيف 1. طب ايه ارقام فراكشنز او بتبيلونج من نيجاتيف 1 ل 1 يديني 1؟ يعني هل مثلا ينفع اعمل مثلا هاف تايمز مثلا 1 اوفر 3 هيديني 1؟ اكيد لا. طب لو عملت كام يديني 1 بشرط ان يكون بيلونج من نيجاتيف 1 لل 1؟
لو حد فكر هيقول مثلا هاف تايم از 2، طب ما 2 دي مش بيلونج النيجاتيف 1 ل 1، فمش هينفع طبعا. تمام، فلو قعدتوا تفكروا هتلاقوا ان مفيش حاجة هتدينا 1 لما يتعمل لها تايمز بعض، 2 فراكشنز يعني تايمز بعض يدونا 1، غير ايه هي؟ ان 1 تبقى تايمز 1. او حاجة تانية لو حد مركز ومصحصح، ايه بقى؟ ان نيجاتيف 1 تايمز النيجاتيف 1، عشان نيجاتيف مع نيجاتيف هتبقى بوزيتيف. بس فهي دي فكرة ايه السؤال، ان لازم ده يبقى ب1 وده كمان يبقى ب1، او ان ده يكون بنيجاتيف 1 وده كمان يكون بنيجاتيف 1. طيب امتى الساين اكس دي تبقى ب1؟ لما الاكس تكون ب90. امتى برضو الساين واي تبقى ب1؟ لما الواي تبقى 90 برضو. طب امتى نيجاتيف 1 عند التو 270، والواي عند برضو ايه التو 270؟ حلو، ده كده الاكس والواي، بس هو عايز بقى الاكس بلس الواي. طيب اول كيس لو عملنا اكس بلس الواي هيدينا ايه 180. تاني كيس لو عملنا الاكس بلس الواي هيدينا 540. تمام، بس لو عايزين نحولها راديان ديفايدد 180 هيدينا باي، دي لو عايزين نحولها راديان ديفايدد 180 هيدينا 3 باي. هل في تشويس كده؟ اللي هو تشويس بي. تمام، فدي كان فكرة السؤال، فكرة ريزلة طبعا، ان هو لازم واحد يكون ايه عارف ان مفيش فراكشن تايمز فراكشن من نيجاتيف 1 ل 1 هيدينا 1 غير ال 1 نفسه، او ال نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1. تمام، بعد كده 22 عايز ال general solution بتاعة ال equation sin 3 over 2 theta equal 0. حد هيقول لي لا انا مش بحب ال 3 over 2 theta، مش عادي، مش تبقى خالص كأنها مش موجود. تمام، اللي يضايقك شيله. حلو، sin حاجة equal 0 نعملها ازاي؟ طبعا احنا عايزين ال general solution، فيا اما نكون حافظين ال rule، يا اما هنعمل بس ستيبس اكتر، ان انا اقول ان انا عارف ان هي بزيرو عند الزيرو او ال 180. طبعا ده هنساويه بقى باللي جوه اللي هو 3 over 2 سيتا، فتبقى 0 او 120 سيتا يعني، وهكذا. بس ايه ستيبس هتبقى كتير شوية، ومش هتلاقي دايركت في التشويسز، انما التشويسز بتبقى ايه بشكل ايه كومباكت كده. حلو، طب ايه بقى الحاجة اللي المفروض اصلا تكونوا عارفينها؟ هي الرولز اللي احنا كنا قايلين ان هي ايه حفظ اصلا. ايه هي الرولز الحفظ؟ اولا ان ساين زيرو ساين سيتا يعني تكون ايكوال زيرو، ساين سيتا تكون ايكوال وان، ساين سيتا تكون ايكوال نيجاتيف وان، وزيهم الكوزاين، كوزاين سيتا ايكوال زيرو، كوزاين سيتا ايكوال وان، كوزاين سيتا ايكوال نيجاتيف وان. تمام، الجنرال سوليوشن بقى هنكتبه هنا بقى، الجنرال سوليوشن بتاع ساين سيتا ايكوال زيرو هيبقى باي ان. طب و 1 هيبقى باي اوفر 2 بلس 2 باي ان، دي ما فيهاش مشكلة يعني، لأن كده كده معروف إن الساين سيتا 1 عند الباي اوفر 2 هنزود عليها 360. نفس الكلام في النيجاتيف 1 اللي هي هتبقى عند 3 باي اوفر 2 بلس 2 باي ان. طيب كوساين سيتا بزيرو امتى؟ عند الباي اوفر 2 بلس باي ان، ناخد بالنا. تمام، طب ب1 امتى؟ عند 2 باي ان. طب بنيجاتيف 1 امتى؟ عند الباي بلس 2 باي ان. فهتلاقوا ان ايه مفيش حاجة تستاهل الحفظ غير عند الزيرو بس بتاعت الاتنين، دول مهمين بس، هما دول اللي يستاهلوا الحفظ، انما الباقي معروف. ساين سيتا ب1 امتى؟ عند ال 90 وزود على 360. نيجاتيف 1 امتى؟ عند 270 وزود على 360. كوزاين ب1 امتى؟ عند الزيرو وزود على 360. الزيرو زودت عليه 360 اللي هو يبقى 2 باي ان. تمام، طب بنيجاتيف 1 امتى؟ عند ال 180 وزود على 360. فما فيش اي حاجه مستاهله الحبس غير بس ايه هما الاتنين ايه اللي عندنا دول، عند الزيرو هنا والزيرو هنا، دول الايه رازلين شويه، ان ساين سيتا تكون ايكوال زيرو عند الباي ان،
كوزين سيتا ايكوال زيرو عند الباي اوفر 2 بلس باي ان. تمام، دول اهم حاجتين. طيب تعالوا نكمل. عرفت ان ساين حاجه ايكوال زيرو الجنرال سوليوشن بتاعها هيبقى باي ان. مين ده اللي هيكون بباي ان؟ اللي جوه. يبقى 3 اوفر 2 سيتا ايكوال الباي ان، يبقى سيتا ايكوال 2 باي اوفر 3 ال ان. تمام، وديت ال 2 الناحية التانية بالتايمز، وال 3 بالديفايدد، تبقى 2 اوفر 3 باي ال ان اللي هي تشويس سيتا. تمام، بعد كده عايز general solution بتاعت sin سيتا cosine سيتا equal 0. حلو السؤال. فيبقى ايزر دول تايمز، تمام، فما فيش مشكلة. يبقى ايزر ده بزيرو اور ده بزيرو. محدش يقول لي هعمل divided by cosine مثلا، ده ايه غلط طبعا، يعني divided by cosine انت كده بتضيع حل من الحلول، وانت كده ممكن cosine سيتا تبقى بزيرو. مين قالك ان هي مش بزيرو؟ هو ممكن تكون بزيرو، على ان لو كوزاين سيتا بقت بزيرو الايكويشن هتبقى مظبوطة. تمام، فمش من حقك تعمل ديفايدد باي الكوزاين. حلو، فطبعا ده مالتيبليكيشن، فاحنا قلنا ايزر ده يبقى بزيرو اور ده يبقى بزيرو. طيب هو الجنرال سوليوشن بتاع ده ان هو يبقى بزيرو عند امتى؟ اه لسه قايلينها، اللي هي الباي ان. تمام، معمول عليها هايلايت اهي. طب الكوزاين سيتا تكون بزيرو امتى؟ اهي لسه قايلينها برضو، عند الباي اوفر 2 بلس الباي ان. تمام، ده اور ده. هل الحل ده بقى موجود في التشويسز؟ لو جينا بصينا كده مفيش تشويس بيقول ان باي ان اور باي اوفر 2 بلس باي ان، مش موجوده المشكله دي. حد هيقول لي طب ما باي ان موجوده يلا روح اخترع. غلط طبعا. تمام، محدش يتسرع، نفكر كده ايه بالراحه. تعالوا نجرب، هو طبعا بيقول ان ان بيلونج للزد. تعالوا نجرب values كده للان من هنا و values للان من هنا حبة كده، ونشوف مين اللي في التشويسز اللي يجيب لي الفاليوز دي. تمام، هنجيبها كده بالايه estimation كده. يلا لو حطينا الان بزيرو، تعالوا نجرب 0 1 2 مثلا. حطينا الان بزيرو ندينا 0، بعد كده لو حطينا ب1 يدينا باي، لو حطينا ب2 هيدينا 2 باي. طيب هنا لو حطينا ال n بزيرو هيدينا باي اوفر 2، حطينا ال n ب1 هيدينا 3 اوفر 2 باي. طب لو حطينا ال n ب2 نحسب هيدينا 5 اوفر 2 باي. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف في التشويسز مين اللي يدينا الارقام دي. حلو، يلا هنا 2 باي ان طبعا هي مستبعدة طبعا، بس يعني ايه تعالوا نشوف. لو حطينا ال n بزيرو ها هيدينا زيرو، لو حطينا ال n ب1 هيدينا 2 باي. طب لو حطينا ال n ب3 او ب2 ولا ايه هيدينا 4 باي. طب هل ده اصلا انا عايزه؟ انا عايز زيرو. اه ال 2 باي اه اهي. طب 4 باي لا مش موجود، ممكن احتاجها اه، بس هحتاجها هنا برضو، يعني هحتاجها هنا لما احط ال n ب4 هيدينا 4 باي. ماشي، طب ده انا ما جبتش سيرته، يعني انا بقالي كام مره اهو حطيت ال n بكذا رقم وما جيتش خالص ناحيه السوليوشن التاني. هل ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا، احنا عايزين سوليوشن يكون ضامن الاثنين مع بعض. تمام، for any value لل n belong لل z. طيب تعالوا نشوف ال choice ده. يلا لو حطينا بزيرو هيدينا زيرو، بون هيدينا باي، بتو هيدينا تو باي. برضو هتلاقوا ان هو ايه ده السوليوشن ده برضو بيتكلم على ده، بس ما جاش ناحية ده. طيب اللي بعده يلا زيرو زيرو، وان هيدينا باي اوفر تو، تو هيدينا باي. تمام، ثري تعالوا نجرب ثري هيدينا 3 over 2 باي. طب يلا 4 هيدينا 2 باي، ونكمل. لو تلاحظوا بقى هتلاقوا 0 باي over 2 اهي، باي اهي، 3 over 2 باي اهي، 2 باي اهي، يعني
كل ستيب او كل فاليو للان بينط مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا مره وهكذا. فهي دي اللي ايه، طبعا هي دي الـ correct answer علشان بتحقق الـ two solutions اللي انا جبتهم اصلا. تمام، ما نتلخبطش ونقول ايه بس مش عند نفس الـ n. لا، هي الـ n دي يعني ايه، حاجة arbitrary يعني، يعني حاجة ايه بتاع ده، مش هحالكوا ازاي، دوروا سيرش على arbitrary كده constant يعني اللي هو اعتباط يعني. ممكن اشيل الـ n دي واحطها مثلا ايه اي حرف ام مثلا عادي. تمام، فمش شرط ان هو يقول لي لا بس ده الـ n هنا مختلف عن الـ n هنا، لا ده حاجه كده ايه احنا بنحطها ك حاجه بتكاونت بس. تمام، طب هنا برضو لو جيت جربت، حد بقى يجرب يعني ايه، حتى لو ان هي مش مظبوطه. تمام، نسأل الريزلت اللي بعده 24 بيقول الثيتا بتبلونج من 0 ل 2 باي، عايز ال number of solution set of ال equation ده. حلو، square root cosine square theta. لما نعمل square root لحاجة ب power 2 كنا قايلينها، قلنا ان square root x square ده بيدينا ايه، modulus ال x. تمام، او اللي هي positive او negative، يعني square root x square دي اللي هي positive او negative ال x. تمام، ناخد بالنا. طيب هنا برضو نفس الكلام، لما اعمل سكوير روت كوزاين سكوير سيتا، ما دي هي هي ان انا كوزاين سكوير سيتا ايكوال 1 اوفر 4، هي هي. تمام، هعمل سكوير روت فهيبقى سكوير روت الكوزاين سكوير سيتا، فيدينا كوزاين سيتا ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف هاف. تمام، بس فلو حد متضايق من السكوير روت اعمل باور 2، اعمل باور 2 حلها. حلو، بس او ان احنا نكون فاهمين طبعا ان سكوير روت اكس سكوير ده يكون بوزيتيف او نيجاتيف للاكس. تمام، يلا بينا. ففهمنا ان كوزاين كده سيتا هتبقى ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف هاف، فاحنا من زيرو للتو باي يعني في الفور في اربعة كوادرنتس موجودين. قلنا ده طبعا هيدينا كام سولوشن، طبعا اربعة سولوشن اللي هي مش موجودة فحطوها، ده احنا ايه متأكدين منه، شيلوا ال 3 دي وحطوا 4 عادي جدا، ونختار ال choice دي. بعد كده 25 في السؤال بيقول ان theta belong من 0 ل pi over 2، يعني من 0 ل 90، يعني احنا في ال first equal، ناخد بالنا. تمام، معطينا tan theta plus tan square theta equal to، عايز بقى الكلام ده. طبعا هي طريقة الحل ان انا عندي بتنجان power 2 plus البتنجان المفروض اخليها equal 0، ف اعملها تان سكوير سيتا بلس تان سيتا ماينس التو ايكوال زيرو، وبعد كده مود فايف ثري واشوف التان سيتا تبقى بكام، وفي حاجة ريفيوزد في حاجة اكسبتد وبتاع، واشتغل واجيب السيتا. تمام، بعد ما اجيب السيتا راح واخدها ومعوض هنا. تمام، ده اوبشن كملوها يعني شبه الاسئلة اللي حلناها قبل كده. او اوبشن تاني طبعا اللي هي ايه، يوزنج كالكوليتر وريح دماغي ازاي، شفت سولف. تمام، تعالوا نشوف. طالما كده كده هنستعمل الكالكوليتر فهنستعملها بذكاء شوية. طيب هنعمل ايه، هنكتب الـ equation عادي، tan x plus tan square x، بيتكتب ازاي tan square x دي، بنعمل tan x ونقفل ال bracket. تمام، و power 2 على طول. تمام، كده 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 الكالكوليتر بتفهم ان ال power 2 على ال tan كلها. تمام، طب لو كان قصدي على ال angle يبقى هعملها كده. تمام، اخش جوه ال angle واعملها power 2. حلو، بس طبعا لازم تكونوا فاهمين ان ايه، على طول اقفل البراكت واعمل باور 2 اسرع، يعني ان انا ابقى فاهم بدل بقى ايه ما اتاكد بقى واقفل البراكت تاني واعمل مش عارف ايه. لا خلاص، هي كده بتفهم ان دي على التان كلها. طيب بعدين ايكوال اتو، بعدين شيفت سولف ايكوال 7، نشوف هتقول لنا ايه. يا مسهل، طلعت لنا 116. هل دي الانجل اللي انا عايزها؟ لا، ده احنا لسه قايلين ان هي في الفيرست كوات، ما ينفعش تطلع بالرقم ده. طب نعمل ايه، ما اعرفش احلها كده ولا ايه؟ لا اعرف طبعا، هندوس شيفت سولف برضه. تمام، ونقول له الحدود بتاعتنا، الحدود بتاعتنا من 0 ل 90 صح ولا لا، فنقرب له الاجابه، نقول له مثلا ايه 90 يعني.
ويندوز ايكو طلعت هنا كام 45، تمام. فناخد بالنا شيفت سولف كده كده بيطلع اجابه واحده، فلو انا عايز اجابه في حدود معينه اقول له شيفت سولف واحط له مثلا انجل في الانترفال اللي هو ايه حاطه ده، بحيث ان هو يدور حواليها ويجيب لنا الاجابه مظبوطه، تمام. بعد ما خلاص جاب الاجابه مظبوطه نعمل ايه؟ هنروحهم على طول. هو عايز سك سكوير سيتا، السك دي اللي هي 1 اوفر كوزاين، يبقى 1 اوفر كوزاين السيتا طلعت لنا 45 اوفر 2 بلس 1 اوفر كوزاين برضو 45 باور 4، تمام. تطلع 6، يبقى هي دي الكوركت انسر اللي هي تشويس سي، تمام. بس فناخد بالنا ايه من حوار شيفت سولف ده، وان لو في اجابة انا مش عايزها عادي ما ازعلش، احط له بس ايه حدود معقولة علشان يقدر يجيبها بسرعة وكمان ايه كوركت. يلا بينا خش على بعض. 26 بيقول if cosine theta is one of the roots of the equation دي then one of the values of theta بكام؟ كنا قايلين من الترم الأول لما يقول roots بتاعت ال equation معنى كده إن هي إيه solution يعني لل equation، تمام. يعني هنشيل كل x ونحط مكانها cosine theta دي هت satisfy ال equation. طب تعالوا نعمل كده، يبقى cosine square theta minus cosine theta tan theta plus sine square theta equal half. حلو، ها نكمل ازاي؟ اولا مش التان theta دي هي sine على كوزين؟ مش واحدة ان الكوزين يعني اللي فوق هتروح مع الكوزين اللي تحت، يعني دي تتبقى لي ايه؟ دي تتبقى لي sine theta. حلو، تاني اول حاجة. طب بعدين لقيت في sine 2 وكوزيناية 1، طب ما تيجي نشيل الكوزيناية دي نخليها ايه يعني؟ نخليها 1 minus sin square x او سيتا بقى سيتا، تمام. ونجمع بس، خليتها كلها in terms of sin فدي بقت اسهل كتير، فيبقى طبعا دي هتروح مع دي خلاص بقت سهلة بقى خلاص، يبقى sin سيتا وديها الناحية التانية، يبقى sin سيتا هتبقى equal ودي الهوف الناحية التانية يبقى 1 minus half، تمام، اللي هي تطلع half برضه sin سيتا equal half. يبقى السيتا هتبقى بكام؟ يا اما ب30 او 180 minus ال30 اللي هي 150. هل في choice كده؟ هو بيسأل على one of the value، يعني ممكن تبقى اجابة واحدة بس اللي موجودة في ال choice، فطبعا الاجابة الواحدة هي 30 اللي هو choice A. بعد كده 27 بيقول sin A plus sin B equal 2، عايز مين اللي هيكون صح بقى في التشويس؟ قلنا ان sin حاجة plus sin حاجة تانية تمام equal 2، ها يبقى لازم ملهاش حل غير كده ان ده يبقى اكيد بون وده اكيد بون، لان ده الماكسيمم بتاع، تمام. فهو الماكسيمم اصلا بتاع الاديشن ده هو 2، فيبقى شرط عشان تطلع equal to يبقى لازم اكيد ده ب1 وده ب1. ما ينفعش حد يقول لي مثلا ده يطلع ب2 وده ب0 ازاي وانا عارف ان الساين اصلا الماكسيمم بتاعها ب1؟ ما هي من نيجاتيف 1 ل1، تمام. بس فهي عشان تطلع 2 يبقى لازم ده ب1 وده ب1، ملهاش حاجه غير كده، ما ينفعش مثلا 1 ونص 1، ما ينفعش. بس فيبقى انا عرفت ان اجباري ان الاي ده هيكون ب90 مثلا، تمام، والمالتيبلز بقى بلس 360، والبي اكيد برضو ايه ب90. خلينا نشتغل على ايه ال90 يعني سهل، بس عرفت ان الاي ايكوال لازم تكون ب90 وان البي لازم برضو تكون ب90. مين في التشويسز بقى اللي هيكون صح؟ كوزاين 90 بلس كوزاين 90، ما كوزاين 90 اصلا بزيرو، يبقى 0 بلس 0 0 فعلا، فهو التشويس الايه الكوركت. لو جينا شفنا الباقي لا دي هتبقى 0 برضو فمش 1، لا لو جينا شفنا دي قلنا دي هتبقى 0 فبرضه مش 1، اما دي هتبقى 0 برضه مش نيجاتيف 1، تمام. ف choice A بس هو ال correct. بعد كده the solution set of the equation لو عطي عنا دي where x belong من 0 ل 2y،
برضو نفس الفكرة بتاعت اللي قبليه، ان برضو عشان يدينا 2 يبقى لازم ده يبقى ب1، ولازم ده برضو يبقى ب1، ما نفس الكونديشن، الكوزاين من نيجاتيف 1 لل 1 والساين من نيجاتيف 1 لل 1، عشان يدينا 2 يبقى لازم ده يكون ب1 وده كمان يكون ب1، تمام، ملاش حل غير كده. طيب لو كوزاين اكس ب1 يبقى الاكس بكام؟ 0. طب لو ساين اكس ب1 يبقى الاكس بكام؟ ها 90. طب هل ده ينفع؟ ده انا بقول اكس بكام هنا وقلت اكس بكام هنا، طب ما هي لازم تكون نفس الاكس، ما هي اكس هنا واكس هنا لازم، فهل الكلام ده ينفع؟ لا طبعا، ففي تعارض بقى هنا، ان الاكس عايزها تكون بزيرو والاكس التانية دي بقى لا انا عايزها تكون بنينتي، فهل ده هينفع الاتنين يكونوا مع بعض؟ لا طبعا، فدي ايه حاجة impossible، فطبعا السوليوشن سيت يبقى فاي، تمام، محدش يقول لي السوليوشن سيت زيرو، زيرو ده انسر، تمام، السوليوشن سيت احنا بنكتب سيت فيها ال possible answers، ف solution set هي فاي، أو اللي هي ممكن نلاقيها برضه في ال choices curly brackets كده، ايه مفيهاش حاجة، تمام. طيب 29 بيقول if 10 theta plus cotan theta equal to، عايز بقى تان 2019 بلس كوتان 2019 theta، نعملها ازاي دي؟ هل هنا في condition برضو ان لازم التان تكون اسمه ايه ده برضو بون والكوتان برضو لازم تكون بون؟ لا مفيش الكونديشن ده، ما نخلطش بقى الامر، لان التان والكوتان الرينج بتاعها من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي، دي ملهاش اصلا، الرينج مفتوح على البحر، تمام، فما نخلطش ما بين ايه الساين والكوزاين والتان، التان والكوتان الرينج بتاعها عادي مفتوحة على البحر، وبرضه عشان تكونوا فاكرينها يعني ان اصلا رسمة التان بتبقى حاجة ايه يعني بالمنظر ده كده، عاملة كده، تمام، هنا بيكون في نيجاتيف او هنا بيكون في 90 للباي اوفر 2 وهنا بيكون نيجاتيف 90، تمام، عشان طبعا تان 90 undefined فبتروح كده لانفينيتي وهنا بتروح لنيجاتيف انفينيتي، حلو، ده عشان ايه تفتكروها بس يعني طبعا هي حاجة مش عليكم يعني الرسم. طيب نكمل ازاي بقى؟ طب تعالوا نكتب، انا عندي تان سيتا بلس 1 اوفر تان سيتا equal to، طب يلا بينا نعمل تايمز تان سيتا، يبقى تان سكوير سيتا بلس 1 equal to تان سيتا، يلا بينا ندخل، يبقى تان سكوير سيتا minus 2 تان سيتا بلس 1 equal 0 بتنجان باور 2 بتنجان equal 0، يلا بينا mod 5 3 ونحسب التان سيتا تطلع بكام، لو عملنا mod 5 3 التان سيتا هتطلع لنا 1 و only 1، تمام، يبقى عرفت ان السيتا هتكون equal، شفت تان بقى يدينا 45، او طبعا المالتيبل بتاعها او هعمل 180 بلس ال 45 وهكذا، بس خلاص ناخد واحدة وخلاص، تمام، ونحطها هنا، حد ممكن يقول لي انا ممكن اعمل شيفت سولف اصلا من هنا واجيب السيتا، عادي برضه صح، ماشي، ده يعني كان اختصارا للوقت كان صح برضه، تمام، اخد ال 45 واحطها هنا، فهعمل 1045 باور 2 مش عارف ايه كده كده هيبقى 1 باور 2019 بلس 1 باور 2019 اكيد تطلع كام 2 من غير حسابات يعني، لان 1045 ب1 و 1045 برضو ب1، تمام، اللي هي choice C، وكده خلصنا multiple choice questions في اول lesson اللي هو solving trigonometric equation، ندخل على الاساي. طيب طبعا مش هحلها كلها لان ايه شبه التشويسز يعني اللي احنا حليناهم، فهنخطف كده تخطيف، لو في حاجه حابب اتكلم عليها هبقى اتكلم يعني، هنحل مثلا اول سؤال كوزين سيتا ايكوال هاف، طبعا كوزين سيتا هاف فانهي وانهي كواد فيرست والسكند، تمام، فلو هو في الفيرست فهنعمل ساين انفرس الهاف فهيدينا 30، طيب لو في السكند يبقى 180 ماينس ال 30 هيبقى equal 150، تمام، هو عايز general solution plus 360
n plus 360 n خلصت. تمام، هو ده general solution. يعني ببساطة زودت بس ايه ال 360 n، وممكن طبعا احولها radian فتبقى زي ايه بالفاينل انسرز اللي نزلت لكم يعني. تمام، هو بيحب ان احنا ايه نجيب الجنرال سوليوشن بالريديان علشان يعودكم يعني على الريديان وكده. طيب دي بقى خلاص مش هحلها، بس برضه يعني لو حد عايز يعرف الإجابة دلوقتي من الفيديو فهي هتطلع بوزيتيف أو نيجاتيف كام؟ 120 بلس 360 يعني. طيب هنا كوساك سيتا ايكوال نيجاتيف 2، الكوساك دي الريسبريكال بتاع الساين، يعني اقدر اقول ان ساين سيتا ايكوال نيجاتيف هاف، صح ولا لا؟ بس نيجاتيف امتى؟ الثيرد وال فورس، لو في الثيرد يبقى 180 بلس ساين انفرس الهاف، ساين انفرس الهاف اللي سايلين ان هي ب30، او 360 ماينس ال 30، ونحسب ونحسب ونزود بلس 360 ان بلس 360 ان، خلصت. الكوتان سيتا طبعا ما بنشتغلش على الكوتان، بنشتغل على التان، يبقى التان سيتا ايكوال نيجاتيف روت 3 اوفر نيجاتيف 1 وبقى اوفر روت 3. تمام، او اللي هي 1 اوفر نيجاتيف روت 3، مفيش مشكلة. حلو، اي حاجة. امتى التان نيجاتيف؟ اول حاجة في السكند كوات، فبنشتغل على السكند كوات بس لو هو عايز يجيرنال سوليوشن. في طبعا هي بالنيجاتيف في السكند والفورس، بس مش على السكند بس، فبنعمل 180 ماينس تان انفرس 1 اوفر روت 3 تطلع 150. تمام، كنا بنجيب الجنرال سوليوشن ازاي؟ بنجيب اللي هو اصغر انسر بتساتسفاي الايكويجن اللي هي 150، وبعد كده بنزود باي ان او اللي هي 180 ان. تمام، لو هكتبها ديجري بس فيبقى الانسر 150 بلس 180 على طول بقى، من غير ما احسب كمان اللي في الفورس وكده. 5 2 sin theta cosine theta plus 3 cosine theta، قلنا طبعا ما ينفعش اعمل divide by cosine كده، بضيع حل وكده بقسم على زيرو وكده كوارث. فبنعمل ايه؟ حليناها في التشويسز اصلا، بناخد cosine theta common، خلاص حليناها قبل كده يعني. طيب 6 لقينا ايه في theta ناقصة يعني. حاجة باور 2 نفس الحاجة، أو بتنجان باور 2 نفس البتنجان equal 0، فمود 5 3 ونجيب الكوزاين سيت، حليناها برضه في التشويس. تمام، هيطلع لنا 2 values، ممكن واحدة تكون refused ممكن لأ، ونشتغل على ال values بتاعته. طيب sec theta equal root 2 root 2، ال sec أصلا reciprocal بتاعت الكوزاين، يبقى أقدر أقول إن كوزاين سيتا هي هي 1 over روتو بس. يلا شفت كوزاين خلاص كده كده هي بالبوستيف، شفت كوزاين 1 over root 2 يدينا 45. عايز انا general solution positive او negative plus 360 n، خلص. تمام، هنا هل ينفع اعمل divided by sin theta؟ ها لا طبعا، ليه؟ لنفس المشكلة ان انا كده ممكن اكون بقسم على زيرو وكده، انا بودي الدنيا في داهية. طب عايز اكمل اعمل ايه؟ اودي دي الناحية التانية وفاكتورايزيشن، يبقى 2 sin square theta minus sin theta equal 0، بتنجان power 2 نفس البتنجان equal 0، mod 5 3 2 negative 1 0، ونجيب ال sin theta ونكمل. هذي كده number 2. عايز ال solution set بتاعت هنحل تخطيف كده عشان ايه طبعا يعني مكررة طبعا كانت موجود شبهها في التشويسز. فنحل مثلا تخطيف، نحل مثلا نمبر 2 كوزين سيتا تبقى ايكوال ايه؟ نيجاتيف 2 اوفر الروت 2. تمام، لو جينا حسبنا ده او عملنا شيفت كوزين 2 اوفر روت 2 هيدينا ماس ايرور، فهنفهم ايه. تمام، نفهم ايه؟ ما لو جينا حسبنا 2 اوفر روت 2 هيدينا 1 بوينت، او ان عشان في نيجاتيف يبقى نيجاتيف 1 بوينت 4 مش عارف 1 مش عارف. طب ما ده اصغر من النيجاتيف 1 فاصلا ايه ريجكتد طبعا. فالسوليوشن سيت هنا 5. حلو، بعد كده نحل مثلا 4. طبعا ما ينفعش اعمل divided by sine ولا اعمل divided by cosine عشان برضو ايه ما اقسمش على 0 وتبقى كارثة.
حلو. طيب هعمل ايه؟ اخد بالي ان ده multiplication صح، مش هيضايقني في حاجة. يبقى either ده هو اللي بزيرو or ده هو اللي بزيرو. طيب لو الساين سيتا هي اللي بزيرو يبقى السيتا بكام؟ اه بزيرو او ب180. طب لو كوساين سيتا هي اللي بزيرو هيبقى ب90 او 270. يبقى السوليوشن سيت ايه؟ 0 180 و90 و270. بس كلام جميل. 5 مضايقني النيجاتيف 50 دي. قلنا نعمل ايه؟ نفكنا منها، نشطب عليها. مضايقاني نشطب عليها على طول، مفيش اي حاجه تعكر مزاجك ولا تضايقك. يلا كوزاين حاجه بقى ايكوال هاف. امتى الكوزاين تبقى بالبوزيتيف؟ اه في الفيرست او في الفورس. طيب لو في الفيرست هعمل ايه؟ كوزاين انفرس الهاف. طب لو في الفورس دي هتطلع 60، يبقى هعمل 360 ماينس 60. ده يطلع هنا 300 وهنا 60. ده كده مين؟ ده كده مش السيتا، ده كده اللي جوه ده بقى. ده كده السيتا ماينس ماينس الفيفتي. طب لو انا عايز السيتا عادي اودي الايه 50 الناحية التانية بالبلس، يبقى السيتا هتبقى بمرة ب 110 ومرة تانية هتبقى 350. تمام. طيب اللي بعده ما ينفعش اعمل ديفايد ساين، لسه قايلين اهي اهي ماشي. لازم هوديها الناحية التانية، فتبقى 2 ساين سكوير سيتا ماينس ساين سيتا ايكوال 0. بتنجان باور 2 بتنجان ايكوال 0. مود 5 3 حط ارزع خلاص هنا. طبعا السك ده الريسيبركال بتاع الكوزاين. الاول بس ايه نجيب السك في سايد، سك سكوير سيتا هتبقى ايكوال 4 اوفر 3. يبقى كوزاين سكوير سيتا هتبقى ايكوال 3 اوفر 4. تمام. بعدين سكوير روت، يبقى كوزاين سيتا ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف ما ننساش روت 3 اوفر 2. ما ننساش البوزيتيف او نيجاتيف. فدي طبعا هتدينا كام؟ 4 سولوشن. حلو. لو هي بالبوزيتيف يبقى في الفيرست او في الفورس، لو هي في بالنيجاتيف يبقى في السكند او في الثيرد. يبقى هعمل مره سيتا مره 180 ماينس مره 180 بلس مره 360 ماينس. كلام جميل. هنا ساين سكوير سيتا ماينس كوزاين سكوير سيتا ايكوال 0. افكر فيها ازاي؟ طبعا محدش يقول ان دي ب1، ومحدش متخلف يقول ان دي بنيجاتيف 1. سوري يعني لو حد قال كده فايه، عشان احنا منبهين عليها ان النيجاتيف لو هتتاخد حتى كومن يبقى ايه هتتاخد من الاثنين بس. فدي قلنا بنفكر فيها ازاي. difference between two squares، difference اهو واضحة زي وضوح الشمس، ودول اهو squares اهو ماشي. فدي difference between two squares تبقى sin theta minus cosine theta و sin theta plus cosine theta كل ده equal 0. تمام. يبقى either ده هو اللي بزيرو أو ده هو اللي بزيرو. لو ده هو اللي بزيرو يبقى ساين سيتا هتبقى ايكوال كوزاين سيتا. بعدين اعمل ايه؟ ممكن اعمل ديفايد باي كوزاين. ايه ده ازاي؟ مش انت قلت لي ما ينفعش اسمها الزيرو مش عارف ايه؟ ما هي السيتا نفسها هي السيتا. ما هي لو الكوزاين كانت بزيرو اكيد الساين مش هتبقى بزيرو. تمام. وده ما ينفعش يعني، هي مثلا لو الكوزاين سيتا بزيرو لازم الساين سيتا تبقى برضه بزيرو عشان يبقى زيرو ايكوال زيرو. تمام. انا بقول ده ايكوال ده، يبقى مستحيل ده يكون بزيرو ومستحيل برضه الساين تكون بزيرو. تمام. ليه؟ عشان ده لو بزيرو يبقى لازم ده يبقى بزيرو، والسيتا هي هي نفس السيتا. فلو الساين لو السيتا مثلا بزيرو هنا هيبقى زيرو ماشي ايكوال. طب ما السيتا انا قلت بزيرو اللي هي ب1، هل 1 ايكوال زيرو؟ اكيد لا. فمن حقي عادي اقسم على كوزاين، مفيش مشكله هنا في الكيس دي. تمام. يلا فتبقى تان سيتا ايكوال 1. يبقى طبعا السيتا ايكوال 45 او 180 ماينس او 180 بلس ولا ايه ال 45، علشان احنا هنبقى في الثيرد باكواد اللي هي 225. وهنا نفس الكلام، يبقى ساين سيتا ايكوال نيجاتيف كوزاين سيتا divided by cosine، يبقى tan theta equal negative 1. تمام. يبقى
الثيتا ايكوال كام؟ نيجاتيف دي يعني في السكند، يعني 180 ماينس 45 او 360 ماينس 45. حلو، وجمع بقى ده ما ننساش، كانت في واحدة قلنا كام 180 بلس 45، ما ننساش ده وده وده وده. حلو، آخر واحدة ها ممكن أعمل إيه؟ ما ينفعش طبعا أعمل divided by sine ولا divided by cosine عشان مش عارف إيه. ماشي، طبعا في power 2 بس ده بتنجان power 2، مفيش بقى نفس البتنجان، لا 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 لا، ده في كوزاين سيت، ما نفعتش الفكرة دي. طيب أفكر إزاي تاني؟ أنا عندي 2 terms أهم، والكومن ما بينهم هو الساين سيتا، ناخد ساين سيتا كومن، يبقى 4 ساين سيتا ماينس 3 كوزاين سيتا ايكوال الزيرو، يبقى ايزر ده هو اللي بزيرو اور ده هو اللي بزيرو. لو ده هو اللي بزيرو يبقى 4 ساين سيتا ايكوال 3 كوزاين سيتا ديفايد باي كوزاين عادي، يبقى 4 اوفر 3 تان سيتا، او خلاص بقى نودي بقى ايه، يبقى تان سيتا ونودي الفور بقى اللي الناحية التانية ايكوال 3 اوفر الفور. تمام تمام امتى التان بالبوزيتيف؟ في الفيرست او في الثيرد، يبقى هعمل شيفت تان 3 اوفر الفور ومرة 180 بلس شيفت تان 3 اوفر الفور، هيدينا طبعا ديسيمال بس عادي مفيش مشكلة. اللي بعده عايز الجنرال solution يعني بتاع each of the following equation، دي حاجة يعني ايه من الترم الأول بقى، مش عارف فاكرين ولا لأ، بس ادينا بنفتكر. المفروض يكون معاكوا ورق السمري اللي كنا عملناه في الفاينل ريفيجن، طبعا في طبعا الرولز دي يعني. تمام، فكنا بنقول لو كوزاين ايكوال ساين، تمام، والانجلز طبعا مختلفة، كنا بنقول ايه، او بناخد الانجل بتاعت الساين يعني السيتا، بعدين بوزيتيف او نيجاتيف الانجل بتاعت الكوزاين اللي هي 2 سيتا ايكوال ايه 90 بلس 360 ان، فاكرين ولا لا؟ بس طيب في السيك والكوسيك برضه نفس الكلام، هي مين اصلا اللي كانت تبع الساين؟ الكوسيك، فبرضه بناخد الانجل اللي مع الكوسيك اللي هي هنا هتبقى 2 سيتا بوزيتيف او نيجاتيف ال 4 سيتا اللي هي اللي مع السك equal برضو 90 plus 360 n. تمام، لو عايزة بقى هو بشكل أوضح عادي بقى هنقسمها بقى الاتنين، لو كانت positive فيبقى 3 سيتا equal 90 plus 360 n، ونعمل divided by 3 فيبقى السيتا equal 90 divided 3، نحسبها 360 divided 3. تمام، طيب لو كان ما بينهم نيجاتيف ها، يبقى سيتا ماينس 2 سيتا يبقى نيجاتيف سيتا ايكوال 90 بلس 360 ان، النيجاتيف دي مش عايزها وديها الناحية التانية، النيجاتيف هتتوزع على الاتنين ها. تمام، بس يبقى الجنرال سوليوشن ده اور ده. طيب هنا برضه نفس الاسلوب، لو بوزيتيف فيبقى 6 سيتا equal 90 plus 360 n و divided by 6. طب لو كانت negative يبقى negative 2 سيتا equal 90 plus 360 n divided by negative 2 وخلاص. كلام جميل. بعد كده عايز الميجر بتاع ال smallest positive angle which satisfies ال 2 equation. طب تعالوا نشوف، اولا اول equation ان كوساين سيتا هتبقى ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. حلو، ده يعني في انهي وانهي كواد، سكند او ثيرد. طب هنا التان سيتا هتبقى ايكوال روت 3، حد يقدر يقول لي كده؟ يبقى احنا اكيد في انهي كواد، ما هي بالبوزيتيف دي، التان بالبوزيتيف في الفيرست او الثيرد، وهنا انا بقول سكند او ثيرد، الحاجة الكومن الثيرد، يبقى احنا اكيد في الثيرد، يبقى السيتا دي في الثيرد، عرفت يعني السيتا هتبقى ايكوال 180 بلس حاجة بقى، الحاجة دي اجيبها يا اما من هنا يا اما من هنا، خلينا ناخد اللي بالبوزيتيف، هعمل على طول شيفت تان الروت 3 يدينا 60، يبقى بلس 60 تطلع
240 degree. كلام جميل. نيجي لآخر سؤال في الليسن ده، بيقول أعطينا حاجة كده والريسيتا بيقول إن هي من زيرو للباي أوفر التو. أول حاجة ده مش عاجبني، شيله خالص. يلا الساين بالبوزيتيف امتى؟ فيرست أو السكند؟ يلا لو احنا في الفيرست عادي هعمل ساين انفرس 1 اوفر روت 2 ونحسبها تطلع 45. حلو. طيب لو احنا في السكند يبقى هعمل 180 ماينس ال 45 تطلع 135. كلام جميل. هل ده هو السيتا؟ لا، ده مين ده اللي جوه ده بقى؟ 9، ده 9 سيتا اوفر ال 4. طب لو انا عايز السيتا عادي اعمل تايمز 4 ديفايدد ال 9. يلا تايمز 4 ديفايدد ال 9 تايمز 4 ديفايدد ال 9 دي تطلع 20 ودي تطلع 60 ديجري. حابب اوضح نوت بس، لما تطلع لنا 175 حد هيقول لي دي ريفيوز، انت ليه كملت؟ هل الكلام ده مظبوط؟ ها لا مش مظبوط، المفروض كنت اكمل فعلا ولازم، عشان اصلا هو بيتكلم هنا على السيتا والسيتا طلعت لي 20 او 60، هل في واحده فيهم ريفيوزد؟ لا. طب ليه انت لغيتها من الاول؟ هي دي كانت السيتا؟ لا. تمام، فما تلغيهاش وتتسرع، لا لان دي ما كانتش السيتا، هناخد بالنا من حاجه زي كده. تمام، في ناس بتقع يعني في الغلطه دي. حلو، ده كده كان ايه اول لسن. نيجي طبعا على تاني لسن على طول، وهو solving a right angled triangle. خد بريك وبعد كده ايه كمل، او لو انت اصلا واخد بريك فخش على طول. يلا بينا. اول سؤال بيقول the right angled triangle can be solved in each of the following cases except if the given is mean. تمام، فبيقول except يعني في ثلاثة صح وواحدة بس هي اللي ايه اللي غلط. مبدئيا كده احنا ايه رايت انجل تراينجل، تعالوا نرسم الرايت انجل تراينجل بتاعنا عندي اهو. تمام، ده رايت انجل تراينجل. حلو. طيب لو جيفن اللينس بتاعت تو سايدز ان تراينجل، يعني اعطي لي ده وده، هل اقدر احل كده تراينجل؟ اه طبعا اقدر اجيب الايه الهايبوتنس ببايساجرس، واقدر اجيب طبعا الانجل بأوبوزيت على ادجيسنت مثلا او بالتان او بالساين او بالكوساين، اقدر اتصرف يعني صح. فدي ايه كان بي سولف. طيب لو given ال length بتاع two sides and the مش them and the measure of their included angle، يعني لو عطيني ال two sides ده وده مثلا وعطيني ال angle دي، هل اقدر كده احل ال triangle؟ اه برضه، ما ال angle التالتة اقدر اجيبها ب 180 minus ده minus ده. تمام، او بالتان والكوتان والحاجات الجميلة دي، وكمان السايد ده اقدر اجيبه طبعا ببايساجرس، فبرضه دي ما فيهاش مشكلة اقدر احل التراينجل. طيب لو جيفن التو انجلز، يعني اعطي لي مثلا ده الفا واعطي لي ده بيتا مثلا، تمام، هل اقدر كده احل التراينجل ومش عاطي لي بقى اي لينسز؟ ها لا طبعا. ليه؟ لان في انفينيتي بقى ايه تراينجلز ممكن يكون الانجل بتاعتهم هي هي، مش لسه واخدين في الترم الاول ان في سيميلاريتي وبتاع، لو الانجلز في تراينجل ايكوال كلهم اللي هو انجل انجل انجل، مش كنا بنقول ان احنا سيميلر؟ بس بقى بتفرق بقى في ايه السكيل بقى، احنا مثلا انلارجمنت او شرينكينج او مش عارف ايه، تراينجل كبير تراينجل صغير. فطبعا ما يقدرش نجيب سبيسيفيك تراينجل او ان احنا نسولف التراينجل لو بس جيفن الميجر بتاعته انجلز، مش عارف احل حاجه، مش عارف اجيب سايدز يعني وكده. حلو. طب اخر واحدة بعطيلي، لو عطيلي one side of the right angle and the length بتاع ال hypotenuse، يعني لو مديني ده مثلا وده، هل اقدر اسولف؟ اه طبعا اقدر، ده برضو اجيبه بايساجرس، والانجلز سهلة بالتريجونومتريك فانكشن سهل. تمام، طبعا ال choice صح هو choice C عشان هو كان بيقول ايه كله صح except. بعد كده هنا عايز XY، أول مبدأ كده دي بتكون من أحلى triangles اللي موجودة. ليه؟
اعطيني الهايبوتنس واعطيني انجل. ياه جميلة. الاوبوزيت للانجل بيبقى الهايبوتنس ساين 35 بقى عشان ساين الانجل يعني، والادجيسنت بيبقى الهايبوتنس كوزاين ال 35. بس خلاص جميلة اوي. تمام. ومن اشهر الحاجات ومن اهم الحاجات اللي ايه المفروض تكمل عليك تكمل معاك يعني ايه بعد كده. طبعا هو كان عايز ال x y فهيبقى 12 sin 35 تطلع approximately 6.9 ده choice B. بعد كده انا لا مش هعطيني ال hypotenuse، هعطيني ايه ال adjacent بقى لل angle. طيب برضه هنستعمل ايه نفس الاسلوب ده، هعطيني ال adjacent. تمام. طب طالب مين؟ طالب ال AB، طالب ال opposite. حلو. ف ممكن حد يقول لي مثلا ان انا ايه هشتغل بنفس الاسلوب ده واجيب ده وبعد كده ابقى اتصرف واجيب ده مثلا ببايثاغرس. ده ماشي ممكن، او نشوف الريليشن اللي هتربط لي الحاجات ببعضيها. انا عايز الاوبوزيت ومعايا الادجيسنت ومعايا الانجل، فطبعا اقدر اقول ان تان 54، مش هقدر اقول ان هي اوبوزيت اوفر الادجيسنت. الاوبوزيت اللي هو الاي بي اللي انا عايزه، الادجيسنت اللي هو 42 بس. فلو انا عايز الاي بي عادي بقى بالمالتيبليكيشن يبقى 42 تايمز 10 54 وندوس ايكوال تطلع 57.8 مش عارف ايه. هو عايز approximately to the nearest meter، يبقى approximately هتبقى 58. تمام. طالما الديسيمال فوق الفايف فطبعا ايه بنقرب طبعا للرقم اللي وراه اللي بعد كده. ها فور عايز البي سي سايلين ده الأسهل حاجة 18 a كوزين 42 يطلع approximately 13. بعد كده ها عايز البي سي. تمام. يعني عايز الأدجيسنت ويعطيني الأوبوزيت. ها مين اللي يربط لي الحاجات دي ببعضيها؟ التان صح. يبقى تان 45 degree 12 minute equal opposite اللي هو 6 over ال adjacent اللي احنا عايزينه اللي هو ال BC. لو انا عايز ال BC يبقى هعمل 6 over tan 45 degree 12 minute. طبعا بنكتبها ازاي؟ tan يعني هنكتب 6 over tan 45 علامة ال degree minute second اللي هي فوق الانش. تمام. بعد كده 12 برضو اهي علامة الديجري من السكند. ماشي. بس ونقفل البراكت ما ننساش عشان ايه بيتضايق لو ما قفلناهوش. وندوس ايكوال هيطلع 5.95 مش عارف ايه approximately يعني كام 6 اللي هي choice A. بعد كده ها عايز مجرى الانجل سي. حلو. عايز دي بكام؟ ومعايا ال opposite ومعايا ال adjacent. يلا يبقى ال tan A C اقدر اقول ان هي 5 over ال 6. تمام. طبعا شفت tan 5 over 6 ومش هشغل دماغي بقى بكواد ومش كواد لان كده كده اكيد هتكون في ال first كواد لان دول اصلا acute angles اكيد. تمام. محدش يقول ان دول طبعا ينفع يبقى اكبر من 90 ازاي يعني، وهي اصلا the right angle triangle. بس الصم بتاع دول اصلا لازم يكون 90 برضه لان يعني الصم بتاع الانتيريور انجل بتاعت الترينجل 180. ماشي. هنعمل تاني انفرس 5 اوفر 6 تطلع approximately 39 degree 48 minute اللي هي choice B. بعدين ABC is right angle at B نرسم عشان تكون كل حاجة واضحة. right angle at B ماشي اسمه ABC. اعطيني measure ال angle A ب 0. يعني دي معايا ب 0.925 radian واعطيني ال BC ب 8 سنتيمتر. عايز ال AC ده بكام؟ تمام. ايه الحاجة اللي تربط لي ال opposite لل angle وال hypotenuse؟ sin sin theta equal او sin A بقى هنا هتبقى equal او ال opposite اللي هو ال 8 over الهايبوتنس اللي هو الـ AC.
تمام. فلو عايز الاي سي يبقى 8 اوفر ساين، بعد كده ساين ايه بقى؟ انا معايا هاب الراديان، يا اما احول الكالكوليتر الراديان وخلاص تمام، بس ما لساش ارجعها تاني عشان ما احلش اللي بعديها كله غلط، او ان انا احول الراديان لديجري. يلا بينا نحول. بنحول ازاي؟ بنعمل 0.925. احنا كنا بنعمل العكس ازاي؟ يعني لو كنا قلنا 30 ديجري كنا بنحولها ازاي للراديان؟ مش كنا بنقسم على 180 وبنلزق فيها باي، صح ولا لا؟ العكس بقى، هنعمل ايه؟ تايمز ال 180 وديفايدد الباي، تمام. بس فتطلع approximately 10 سنتيمتر. بعد كده عايز البي سي، البي سي عايز الهايبوتنس يعني. طيب لو بصينا للتشويسز هنلاقي في ساين سي 10 بي كوسيك سي 6 سي، يعني كلها related بالتريجونومتريك فانكشنز، مفيش حاجة ايه بايثاغورس طبعا اكيد مش موجود. طيب هو رابط لي ما بين انجل سي وهي دي المكررة في 3 تشويسز والانجل بي، فالمنطقي طبعا ان انا ابدأ بالسي تمام، اشوف الهايبوتنس ده اقدر اجيبه ازاي، علشان غالبا يعني هيبقى هي سي يعني. ماشي يلا بينا. لو جربت طبعا مش شرط يعني، بس يعني ايه ممكن نجرب الاثنين عادي يعني مفيش مشكلة، بس عشان نكسب وقت يعني في الامتحان. فانا ملاحظ ان في 3 choices سي، يبقى خلاص هو مركز على السي، يبقى غالبا هيبقى related بالانجل سي. يلا بينا. لو معايا measure angle سي وانا عايز ال hypotenuse اجيبها ازاي، او ايه الحاجة اللي هت relate ال hypotenuse بال angle سي؟ او يا اما ال adjacent يا اما ال opposite، على حسب بقى ايه ساين ولا كوزاين. طب لو بصينا كده لل choices هنلاقي كلها in terms of AB اللي هو مين يعني، ده ال opposite لل سي. طيب ايه الحاجة اللي تربط ال opposite بال hypotenuse من sin؟ طب يبقى sin c equal AB over ال hypotenuse اللي هو BC، تمام. لو انا عايز ال BC cross multiplication يبقى AB over sin c. sin c c دي اللي هي مين يعني؟ دي 1 over sin c اللي هي cosec c اللي هي choice B. طيب بعد كده عايز ال AB، كل الانجلز ملاحظ ان هي بتتكلم على بي، ماشي. عايز الاي بي ده اللي هو ده، حلو. وبرده في التشويسز كلها اي سي بيقول لك يعني رابط ما بين الاي سي والانجل بي، ده يبقى بكام؟ طيب تعالوا نشوف، انا معايا الانجل، معايا الاوبوزيت، عايز الادجيسنت، ايه اللي يربط كده؟ التان، صح. يبقى tan b equal opposite اللي هو ال AC over ال adjacent اللي هو ال AB. لو انا عايز ال AB يبقى ال AC equal، يبقى ال AB ولا ايه؟ هتبقى equal AC over ال tan b 1 over tan b، تطلع cotan b اللي هي choice d. حلو. بعد كده Where the opposite figure represents three adjacent squares. حلو، يعني تلاتة سكويرز لازقين في بعض كده. ال side length بتاع each، يعني كل side length بقى هيبقى 2 سنتيمتر. حلو. عايز ال length بتاع ال BC، فين ال BC دي؟ اهي. طبعا هي ممكن تتجاب بالنظر كده، حد هيقول لي ايه ما هي اكيد مش 1.5 اللي هي دي، يعني اكيد مش هي لان هي ايه صغيرة، فهي اكيد اصغر من ال 1 لان عند النص هنا كان هيبقى ب 1، فدي اصغر من ال 1 تمام. واكيد مش ربع، عشان لو ربع كانت هتبقى هنا مثلا، عشان يبقى مقسمها على 4 ارباع مثلا يعني. واكيد مش 1 over 3 عشان دي كانت هتبقى 0.333 اللي هي صغيرة قوي، فالمنطقية اكتر ان هي تبقى ايه 0.66، او بالايه بالمسطرة كده يعرفها بالتشابه. بس ده كده طبعا ايه تحايل يعني على السؤال، طب ما نحل بقى زي البني ادمين. يلا بينا. طبعا اول واحد هيفكر يحلها هيقول ايه، انا اقدر اجيب الاي دي بسهولة ازاي، ما انا معايا ده ب 2
معايا ده بتو ده بتو ده بتو، فأقدر أجيب الـ AD إن أنا ده كله هنا بـ6، فيقول لي 2 سكوير روت يعني 2 باور 2 بلس 6 باور 2، يجيب ده بـ2 روت 10 وهكذا. عادي مش غلط، وينفع تجيبها يعني وتكمل عليها، مفيش مشكلة تمام. بس أنا مش هعمل كده، بس لو حد عمل كده طبعا ايه مش غلط، وهيشتغل بس بتريجونومتريك فانكشنز تانية مثلا وهكذا، عادي مفيش مشكلة. أنا عايز البي سي، هخش على البي سي على طول. طب ما أنا عارف إن دي بـ90 وعارف إن دي بـ2، إيه اللي ناقصني عشان أجيب البي سي؟ ما أنا لو عارف الأنجل دي أو الأنجل دي قدرت جبت البي سي بسهولة جدا. طيب مين أنجل أقدر أجيبها بسهولة أو معايا أصلا أو كده؟ ها محدش يقول لي ان دي 45 غلط طبعا. ها هي 45 ده لو كان دياجونال ماشي. الانجل ايه دي انا اقدر اجيبها بسهوله عشان انجل سي دي صعب. طيب الانجل ايه دي اجيبها ازاي؟ مش انا معايا الادجيسنت ليها، حد هيقول لي الادجيسنت ليها ب2. صح مش غلط، بس في ادجيسنت تاني، ايه هو بقى؟ هو ال6. ازاي؟ من الترانجل الكبير، ما الترانجل الكبير ده رايت انجل برضه ترانجل اهو، فالادجيسنت للايه هيبقى هو ال6، والاوبوزيت للايه هيبقى هو ال2 تمام. فانا معايا الاوبوزيت ومعايا الادجيسنت، يبقى بسهوله اقدر اقول ان تان ايه هتبقى ايكوال ال2 اوفر ال6، صح ولا لا؟ بس طيب، وبرضه اقدر اقول ان التان ايه برضه هي الاوبوزيت اوفر الادجيسنت، يعني اقدر اقول ان هي البي سي اللي انا عايزه اوفر الادجيسنت بقى في الصغير اللي هو التو، ما هي نفس الانجل تمام. بس من هنا بقى اقدر اجيب البي سي ولا لا؟ طبعا البي سي تبقى ايكوال 4 اوفر 6 اللي هي تطلع 2 اوفر ال3 تشويس سي تمام. فسؤال ظريف اللي بعده 10 بيقول in the opposite figure عايز اللينس بتاع البي سي، عايز ده بكام؟ حلو. طبعا اول ما هنفكر في السؤال لقيت 3 و 4 و right angle triangle اقدر اجيب البي دي بسهولة، يطلع ايه square root 4 power 2 plus 3 power 2 يطلع ايه 5 سنتيمتر، ده من ايه؟ من قبل ما ابدأ. حلو. طب انا عشان اجيب البي سي محتاج ايه؟ محتاج على الاقل مثلا سايد وانجل تمام. فانا معايا سايد اللي هو 5 اهو، طب الانجل بقى معايا ولا لا؟ او اقدر اجيبها؟ اقدر. ازاي؟ نركز بقى كده، شو عامل لي سهمين كده، ده معناهم ايه دول يعني؟ اكيد مش حاططهم زينة يعني، ان هما بارلل. حلو. بس فيبقى طبعا الانجل دي هي الانجل دي alternate angle، فببساطة خلاص يبقى الانجل دي انا معايا. ازاي؟ سميها مثلا اي حاجة سيتا مثلا، يبقى انا معايا السيتا. طيب عشان اجيب اصلا البي سي، خلينا نخش على الايه الريكوايرد على طول. لو انا عشان اجيب البي سي محتاج ايه؟ معايا انجل، عايز الاوبوزيت، معايا الادجيسنت لي التان، يبقى تان سيتا هيبقى ايكوال الاوبوزيت اللي هو البي سي على الادجيسنت اللي هو الفايف. حلو. عشان انا اجيب البي سي يبقى 5 تايمز 10 سيتا، كلام جميل. طب ال 10 سيتا اصلا بكام؟ نبص كده، ال 10 سيتا هي opposite over ال adjacent. يلا يبقى ال 10 سيتا اقدر اشيلها واكتب 3 over ال 4 اللي هو يطلع 15 over ال 4 تمام. هندوس شيفت اس دي لو عايزها mixed fraction كده، فهيطلع ايه choice C تمام. ناخد بالنا برضو ان ده mixed fraction، يعني ده مش 3 times 3 over 4 لا طبعا تمام. ده لما حتى كمان بيتكتب على الكالكليتر بنعمل shift علامة الفراكشن عشان يفتح لنا ايه 3 squares كده. حلو. فده mixed fraction، محدش يتلخبط ما بينه وما بين لما نكتب مثلا 3 times 3 over 4، ده مش هو هو ده طبعا. ده ما هو إلا إن هو بيحول الديسيمال، يعني دي لو شفناها ديسيمال هتطلع كام؟ 3.75. فالثري بتلاقيها موجودة، ال 75 دي هي دي اللي بتبقى إيه؟
الفراكشن. بعد كده ABC is an isosceles triangle. AB equal AC equal 14.8. مش الانجل يعطي عنا، عايز اللينس بتاع البي سي. طيب تعالوا نرسم. اول حاجة احنا isosceles triangle ABC، ال AB بيقول ان قد ال AC، يعني ده قد ده، وعطينا اللينس بتاعهم 14.8. measure الانجل ايه؟ 64 degree 32 minute. عايز لينس البي سي. طيب هل في رول انا واخده لو معايا التو سايدز والانجل الانكلودد اقدر اجيب البي سي دايركت تيل ناو؟ لا. تمام هتاخدوها ان شاء الله، بس ايه لسه في سينيور 2. حلو. فدلوقتي اتصرف ازاي؟ اه ببساطة اعمل كونستراكشن ان انا هنزل perpendicular من properties ال isosceles triangle، ان انا لو نزلت من ال common vertex دول بتوع ال two legs هينزل perpendicular وهي bisect ال base. حلو. وهي bisect برضو ال angle. تمام يعني دي برضو هتتعمل divided two لو انا عايز angle الصغيرة دي. حلو. طب لو انا معايا دي اقدر اكمل كده؟ اه طبعا معايا رايت انجل تراينجل، معايا الانجل دي ومعايا الهايبوتنس، فاقدر اجيب الاوبوزيت بسهولة. تمام. ف تعالوا نقسم ده بس على اتنين، هنكتب 64 ديجري 32 مينت ديفايدد 2، فتطلع 32 ديجري 16 مينت. ماشي ده كده الحتة الانجل الصغيرة دي، ومعايا ده ب 14.8 دي جيفن اصلا. يلا بينا عايز الاوبست، استعمل انهي رول؟ الساين طبعا. يبقى ساين 32 ديجري 16 مينت ده ايكوال الاوبوزيت اللي هو مثلا نسميه بي دي، مثلا بي دي اوفر الهايبوتنس اللي هو 14.8. يبقى انا لو عايز البي دي هقول ان هو 14.8 times sine 32 degree 16 minute، وندوس equal، ونعمل طبعا times 2 ما ننساش علشان هو عايز البي سي كلها. تمام. فتطلع 15.8 approximately. كلام جميل. بعد كده 12 بيقول AD equal BC times مين بقى في ال choices؟ اولا هو مين اصلا اللي بيتكلم عليهم؟ ال اي دي اللي هو ده. تمام. و بيقول ان ايكوال البي سي اللي هو ده. حلو. بس فهو عايز يربط ما بين الاي دي والبي سي، وده اصلا ملوش علاقه بده في ال يعني الترينجل ده غير الترينجل ده. حلو. طيب ايه الحاجه اللي تربط ما بين تو ترينجلز ما لهمش علاقه ببعض كده؟ لا ما يعني ما فيش حاجه اسمها ما لهمش علاقه ببعض خالص. لا اكيد في حاجه كومن، صح ولا لا؟ ايه الكومن ما بين الترينجل ده والترينجل ده؟ ها حد شاطر يقول؟ اه الاي سي، صح ولا لا؟ ما الاي سي ده كومن. بس يبقى اكيد عشان انط من الترينجل هنا للترينجل ده اكيد هستعمل الاي سي. تمام. طيب لو جينا بصينا للتشويسز هنلاقي في ايه؟ انجل دي اي سي دي اي سي دي اي سي كلها بتتكلم على الانجل دي اي سي، فطبعا دي هستعملها اكيد. بس فدي الانجل دي اي سي، سميها مثلا اي حاجة دي اي سي. ماشي. فلو انا عايز الاي دي معايا الانجل دي اي سي وعايز اربطها بالاي سي، مين اللي يربط ده؟ هايبوتنس بقى بالنسبة لي للتراينجل الصغير. مين اللي يربط الادجيسنت بالهايبوتنس؟ ها الكوزاين، صح. يبقى كوزاين انجل دي اي سي هتبقى ايكوال الادجيسنت اللي هو الاي دي اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي سي. حلو. يبقى الاي دي اللي هو كان موجود في السؤال هيبقى ايكوال اي سي تايمز كوزاين انجل دي اي سي. حلو. لو بصينا للتشويسز هنلاقي ان مفيش واحده فيها كوزاين انجل دي اي سي غير تشويس بي. تمام.
بس نكمل برضه عشان نبقى متأكدين 100%. يلا بينا. عايز اشيل الاي سي دي، مش ما تلزمنيش، ده انا عايز اشيلها واحط مكانها اصلا بي سي. طيب تعالوا نعمل كده برضه. لو بصيت للجيز هنلاقي ان ايه بيتكلم على انجل اي سي بي، تمام. برضه عايز اربط ايه دي، يلا دي اي سي بي. لو معايا الانجل دي، معايا الادجيسنت، معايا الهايبوتنس، يبقى برضه مين اللي هيربط لي الكوزاين؟ برضه يبقى كوزاين انجل اي سي بي هتبقى ايكوال الادجيسنت اللي هو الاي سي اوفر الهايبوتنس اللي هو البي سي، تمام. مين اللي كان مضايقني؟ الاي سي. طب مش انا ممكن اشيل الاي سي واحط مكانها بي سي تايمز كوزاين انجل اي سي بي؟ اه، ما هو ده اللي انا ايه عرفته من هنا. بس وصلنا كده للانسر ولا لا؟ اه طبعا. مع الاي دي هتبقى ايكوال البي سي تايمز كوزاين اي سي بي اهي، تايمز كوزاين دي اي سي اهي، تمام. فاهم حاجه، بس نكون عينينا على التشويسز عشان نعرف هو بيتكلم على ايه، عشان ما اشتغلش كده من دماغي واي حاجه، ولا ان هو اصلا التشويسز مختلفه يعني عن اللي انا اشتغلته. ممكن تشتغل وتشتغل صح بس ايه ما تلاقيهاش في التشويسز، فالاحسن ان احنا ايه نركز التشويسز رابطه ايه بايه علشان نعرف نتكلم، تمام. كلام جميل. اللي بعده 13 برضه نفس فكرة اللي فاتت، عايز ال سي دي وعايز يربطها بقى ب 6 اهو، في اللي تشويس في 6 وال 30 وال 20 اللي هو الجيفن دول، تمام. برضه تو ترينجلز لازم اشوف ايه الكومن ما بينهم، هنلاقي ان الكومن ما بينهم هو ال اي سي، تمام. اللي انا عايزه السي دي اللي هو الهايبوتنس، ناخد بالنا ان ده الهايبوتنس ماشي، وده الكومن اللي هو الاي سي، ومعايا الانكلودد انجل. طيب الكومن ده بالنسبه للانجل هو مين؟ الادجيسنت، صح. ايه اللي يربط الادجيسنت بالهايبوتنس؟ الكوزاين. يبقى اقدر اقول ان كوزاين 20 هيبقى ايكوال الادجيسنت اللي هو الاي سي اوفر الهايبوتنس اللي انا عايزه اللي هو السي دي، تمام. نركز على اللي انا عايزه، السي دي يعني هيبقى ايكوال الاي سي اوفر كوزاين 20 ماشي. طبعا الاي سي دي انا مش عايزها، عايز اشيلها ماشي، يلا نشيلها من الترينجل. بعد ايه التاني؟ الاي سي ده اللي هو الهايبوتنس، ومعايا الاوبوزيت الهايبوتنس بالنسبة بقى للثيرتي هيبقى ساين، لا ساين ثيرتي هيبقى ايكوال 6 اوفر الاي سي. يبقى ببساطة اقدر اشيل الاي سي واكتب ان هي ايكوال 6 اوفر ساين ثيرتي، اشيل الاي سي واكتب 6 اوفر الساين ثيرتي واحسب واشوف مين شبه مين، او ان انا اكمل زي ما انا كده. يلا بينا نكمل. 6 over sin 30 ال 1 over sin اللي هي كوسيك، يبقى كوسيك 30. طب 1 over cosine 20 اهي، تبقى sec 20. طيب هل دي موجودة في ال choices؟ اه طبعا ال choice A. حلو. كان ممكن حد يقول لي ايه طب ليه وجع الدماغ ده ومش عارف ايه، طب ما انا اصلا اقدر اجيبها بارقام وبسهولة جدا، وبعد كده بقى اجرب التشويسز عادي طبعا مش غلط. طب ازاي؟ تعال نشوف. مش انا معايا الاوبوزيت للثيرتي بسيكس، اه اقدر اجيب الهايبوتنس بسهوله. ازاي؟ الدبل يعني ده بتويلف، عرفت ايه ده؟ ازاي ده؟ ما الاوبوزيت للثيرتي بيبقى هاف الهايبوتنس، طب ما ده الهايبوتنس، تمام. بس معايا الاي سي ومعايا 20، عايز السي دي اللي يربط لي الحاجات دي، الكوزاين كوزاين 20 هيبقى ايكوال الادجيسنت اللي هو ب 12 اوفر الهايبوتنس اللي هو السي دي. لو انا عايز السي دي هيبقى ايكوال 12 اوفر كوزاين 20، طبعا هيدينا رقم ديسيمال، بس هجرب التشويسز واشوف مين اللي هيدينا ايه نفس الرقم. طبعا ده اوبشن ايه شغال يعني اكسب. بعد كده 14 right angle at B، وبيقول ان سي دي
20 عايز ال AB، AB عايز ده بكام؟ هعمل ايه وافكر ازاي؟ طبعا انا عايز ال opposite ال 60 او عايز ال opposite ال 30 برضو في نفس الوقت، تمام. هل اربطها مثلا بالساين؟ ما الساين هي opposite على ال hypotenuse، لا مش هتبقى حلوة اوي. ليه؟ هتبقى opposite اللي انا عايزه على ال hypotenuse ده. طب وال 60 هيبقى ال opposite اللي انا عايزه وال hypotenuse ده، تمام. فهندخل نفسنا في variables كتير وبتاع، فدي مش احسن اسلوب. طب ايه الاحسن؟ هو ايه اللي معايا اصلا؟ انا معايا الدي سي، فانا ركز عليها صح. فايه علاقة الساين وهايبوتنس ومش عارف ايه بحاجة اصلا هي جيفن في السؤال؟ ملهاش علاقة اوي. طب لو ربطتها بالتان هل هتفرق؟ اه طبعا. ازاي؟ تان سيرتي، تان سيرتي هيبقى ايكوال الاوبوزيت اللي انا عايزه الاي بي اوفر الادجيسنت. الادجيسنت هيبقى مين؟ هو ده كله صح. انا معايا 20 حلو، بس لازم بلس حاجة طبعا. بلس ايه؟ البي سي، سميها اكس بس عادي ما تخسرش، سميها اكس ماشي. بعدين خلاص مش عارف اعمل حاجة، معايا تو انونز مش عارف اعمل حاجة. طيب هنا برضو نفس الاسلوب، اه متان 60 ايكوال برضو الاي بي على الادجيسنت، بقى ساعتها هيبقى الاكس بس. اه كده انا معايا تو انونز و two equations المفروض اقدر ايه اجيبه. طبعا مين اللي ما يهمنيش؟ اللي ما يهمنيش الاكس، انا عايز اشيل الاكس من هنا هقدر ايه اتصرف. طيب تعالوا نشيل الاكس من هنا. لو انا عايز اشيل الاكس احط مكانها ايه؟ اي بي اوفر تان 60 حلو. بس كده انا خلصت. ممكن يوزنج شيفت سولف بقى وخلاص، بدل ما ايه ما اكمل شغل الجبرا، شفت سولف اجيب الاي بي تطلع 17.32 مش عارف ايه، اللي هي طبعا ايه اكيد مش 20 واكيد مش 10 واكيد مش 15، اللي هي اكيد ايه 10 روت 3 تمام. او لو جربت 10 روت 3 نشوف هتطلع بكام، فتطلع فعلا بال 17.32 مش عارف ايه ماشي. بس فدي كانت فكرة السؤال. بعد كده 15 أعطينا two right angle triangles، بيقول لنا إن السي ده الميد بوينت، عايز اي دي على ال اي بي حلو، معانا angles وبيقول لي إن ده ايكوال ده. فأول حاجة طالما قال لي ده ايكوال ده سميها ايه؟ unknown واحد علشان ما يشغلنيش، فسميها اكس مثلا واكس حلو. يلا اي دي بالنسبة لل 60 هيبقى هو ال opposite، وده هو مين؟ adjacent. يبقى أقدر أقول إن tan 60 equal ED over ال X حلو. نفس الكلام إيه هنا؟ ال AB برضو اللي كان يهمني، وعطيلي ال 30 وعطيلي ال X، يبقى tan برضو 30 هيبقى equal ال AB over ال X. كلام جميل. طيب انا عايز ايه؟ اي دي على الاي بي. طب تعالوا نشوف كده، لو جبت اي دي من هنا على الاي بي ايكوال اكس تان 30، تان 60 ولا ايه؟ تان 60 ايه على اكس برضو تان ايه 30، طبعا الاكس هتروح مع الاكس، يديني تان 60 على تان 30. نحسب يوزنج كالكليتر هيطلع ايكوال 3، اللي هتطلع طبعا 3 2 1 اللي هي تشويس دي. كلام جميل. 16 بيقول ان ذا اوبزيت فيجر سيركل اي بي از الدايمتر اف اي سي اعطيهالي ب 12 ميجر الانجل اي اعطيهالي ب 37، عايز اللينس بتاع الريديوس بتاع السيركل تمام، عايز ده. كلام جميل. يلا اول حاجه طبعا ده تراينجل مرسوم في ايه؟ سيمي سيركل. على طول اربطوا دماغكم، اول ما يكون في تراينجل مرسوم في سيمي سيركل يبقى في 90 ديجري. فين الاوبوزيت للديامتر؟ الانجل اوبوزيت للديامتر في اي كيس، طالما التراينجل مرسوم في سيمي سيركل الاوبوزيت للديامتر 90 ديجري تمام. بس حتى لو التراينجل مرسوم كده، لو مرسوم كده، لو مرسوم اي بتنجان،
طالما مرسوم في سيمي سيركل يبقى اللي هو بزت الدايمتر 90 ديجري. حلو نكمل بقى. خلاص بقينا ايه معايا الادجيسنت ال37، عايز الهايبوتنس اللي يربط الادجيسنت بالهايبوتنس الكوزاين. كوزاين 37 هيبقى ايكوال، قول معايا adjacent اللي هو 12 over ال hypotenuse اللي هو 2r. تمام، لاحظوا ان انا كتبتها ايه r و r عشان ما اتلخبطش، عشان هو عايز ال radius. ماشي، ما سمتهاش variable واحد واتلخبط يعني. ماشي، يبقى ال r لو انا عايزها هتبقى equal 12 over 2 cosine 37. نحسب تطلع 7.5128 مش عارف ايه. ماشي 70، طالب measure ال angle سي اي دي، عايز دي سيتا بكام. طيب خلينا برضو نريفايز. اول حاجة ده طبعا ايه 90 ديجري عشان برضو triangle مرسوم في سيمي سيركل. طيب ما ده كمان tangent ال AC، ده tangent قايل لي، وانا عارف ان التانجنت مع الراديوس بيعملوا ايه 90 ديجري، فدي كده على بعضها 90 ديجري. فتعالوا نبص كده، انا سميت الحتة دي سيتا ودي انا عارف خلاص قلنا ان هي 90. طب ما دي كمان 90، مش دي كمان تبقى سيتا؟ ايه ده عرفت ازاي؟ خلاص خلينا واحدة واحدة بالراحة. دي سيتا يبقى دي ايه؟ ما دي كلها 90، يبقى لا مش دي اللي انا عايزها، انا بتكلم على الحته دي. ها يبقى دي اللي في الترينجل اللي جوه السيركل ده، ادي ب 90 ماينس سيتا، صح ولا لا؟ طب مش انا عارف ان السم بتاع ده وده وده لازم يكون 180؟ اه بس يبقى دي لازم تكون سيتا. طب ليه؟ ما هي سيتا بلس 90 ماينس السيتا بلس 90 تديني 180 فعلا. تمام، او مش عارف هعمل 180 ماينس 90 ماينس 90 ماينس سيتا، اذا ليه قلبتها بلس ما النيجاتيف بتتوزع. تمام نركز بس. فطبعا 180 ماينس 90 ماينس 90 طبعا ايه راحوا، يدينا ايه سيتا بس، يبقى الانجل دي فعلا كانت هي سيتا بس. خلاص عرفت الانجل اللي انا عايزها مكانها فين في الرايت انجل ترانجل ده، اقدر بسهولة اجيبها بقى بأي اسلوب. يلا معايا الاوبوزيت، خلاص بقى نشيل ده عشان ما نتلخبطش، ده الرايت انجل ها من هنا، معايا الاوبوزيت ومعايا مين الهايبوتنس. ايه اللي يربط الاوبوزيت دول الهايبوتنس؟ الساين، يبقى ساين سيتا هتبقى ايكوال الاوبوزيت اللي هو 6 اوفر الهايبوتنس اللي هو 10، شيفت ساين عشان اجيب السيتا 6 divided 10 تطلع 36.86 مش عارف ايه، لو حولتها degree ومش عارف ايه تطلع كام approximately 37. تمام، سؤال برضو ايه ظريف وضمم حاجات من البيزكس والحاجات اللي هي قديمة خالص، فنفتكر مع بعض. بعد كده بيقول A B C equilateral triangle side length 10، ده بيتكلم على ال A B C اللي هو ده، يعني ده 10 سنتيمتر وده كمان 10 وده كده كمان 10 سنتيمتر، كلام جميل. بعدين بيقول بقى ان A D هينزل perpendicular، طالما هينزل perpendicular واحنا equilateral يبقى هنعمل ايه؟ هن bisect ال angle وهن bisect ال base وهننزل perpendicular ويبقى اسمه median يعني، كلام جميل. طب ما انا عارف ان في الايكولاترال الانجل دي 30 والانجل دي اكيد هتبقى 30 عشان التوتال يعني يبقوا 60 اكيد. طيب وده طبعا اقدر اجيبه 5 سنتيمتر، ان انا عارف ان دي هتبقى 100 بوينت. ماشي، او ان انا عارف ان opposite لل 30 هو في الهايبوتنس، والهايبوتنس في التراينجل اللي هو اي دي بي هيبقى مين؟ هو ال 10، هاف ال 10 هيبقى اي 5، يبقى انا عرفت ده هيطلع ب 5. حلو نركز بس اللي هو طالب ايه، هو طالب الدي اي والاي اف، خلينا نعمل عليهم ايه بالاحمر، الدي اي والاي اف
ده اللي انا عايزه، نغير اللون ده. يلا بينا نشتغل بقى شغل ايه، ترج بقى والجبرا وجيومتري وكل اللي احنا عايزينه. يلا حلو، لو بصينا كده في الترينجل اي دي بي، انا معايا الهايبوتنس ومعايا ده 5، اقدر اجيب الاي دي ولا لا؟ اه طبعا، سكوير روت 10 باور 2 ماينس 5 باور 2، صح ولا لا؟ تطلع كام؟ 5 روت 3. حلو، طيب برضو لو ركزنا بقى في ترينجل اي دي اي، ماشي، برضو الاوبوزيت للسيرتي او في الهايبوتنس، وبالنسبه لي في الترينجل ده الهايبوتنس هيبقى 5 روت 3، يبقى الهاف بتاعه 2.5 روت 3. جبت اول حاجه كنت محتاجها، خلينا نغير لونها بقى لايه، 2.5 روت 3، ده اللي انا ايه كنت محتاجه. ماشي يلا بينا، لو ركزنا بقى في دي بي اي، ماشي، معايا الهايبوتنس عشان دي هتبقى 90 هاي، معايا الهايبوتنس ب5 ومعايا ده، اقدر احسب الحتة دي ازاي؟ سكوير روت 5 سكوير ماينس 2.5 روت 3 وول سكوير، تطلع ب 2.5 سنتيمتر. ماشي، بس مش دي اللي انا كنت عايزها، انا كنت عايز الاي اف. هل اقدر اجيبها؟ اه، لو بصينا كده من المنظر ده، ده شكل اكليديان، صح ولا لا؟ اه، فاقدر استعمل اكليديان واجيب الاي اف. تمام، فالاي اف هيبقى ايكوال ال 2.5 في تايمز ال 2.5 روت 3 اوفر ال 5، ده في ده على ده. تمام، ده لو فاكرينه يعني. طب مش فاكرينه عادي، ما فيش مشكلة، نرجع بقى لشغل التريج الجميل بتاعنا. يلا، ايه الانجل اللي انا عارفها؟ عارف دي، ما دي ب 60، صح ولا لا؟ معايا الهايبوتنس ومعايا الانجل دي ب 60، عايز الاوبوزيت، استعمل مين؟ الساين، يبقى ساين 60 او اقدر اقول انها ايكوال الاي اف اوفر ال 2.5، ده من حيث الترينجل الصغير اوي ده. بس يبقى الاي اف هتبقى ايكوال 2.5 تايمز ساين 6 اللي هي 5 روت 3 اوفر ال 4. كلام جميل، بس هو ده اللي انا كنت عايزه. يبقى انا خلاص عرفت اجيب ده، اعمل لهم بقى بلس بعض، ده بلس ال 2.5 روت 3 هيطلع 15 روت 3 اوفر ال 4 اللي هي تشويس بي ده. محتاج بس تركيز شوية ولعب يعني. يعني ايه؟ العبوا معايا عادي. بعد كده 19 بيقول ان الاي سي ده الديامتر السيركل ام، عايز الاريا بتاع السيركل passing through the vertices of a triangle ABC equals pi over 4 AB square times mean بقى في التشويسيز. فأول حاجة طبعا احنا لازم نكون عارفينها، ان طبعا طالما ال AC ده diameter وال triangle هيترسم في سيمي سيركل، يبقى دي 90 degree اللي هو opposite لل diameter. ماشي، بعدين ال area اصلا بتاعت السيركل، هو عايز area السيركل، مش ال area السيركل دي انا عارف ان هي equal باي ار سكوير، صح ولا لا؟ تمام، عشان اجيب اريا سيركل محتاج الار. طب مين هو الار؟ ما ده ار وده ار. بس نبص طيب للتشويس، هنلاقي رابطها ب ساين سي كوزاين مش عارف سي تان ايه، بيتكلم يعني عن الانجل دي والانجل دي. طيب نشتغل على مين؟ تعالوا نجرب نشتغل على السي، يلا بينا. لو اشتغلنا على السي مبدئيا، هو بيقول بس ان هي باي اوفر 4، فكنا من الباي اوفر 4، بمركز على ايه؟ الاي بي. تمام، فهو بيقول ان هي اي بي باور 2 مش عارف ايه، يبقى انا عايز اربط ما بين سي والاي بي بس، وطبعا الريديوس ده. يلا بينا، ايه اللي هيربط؟ ساين، مش ساين سي، اقدر اقول ان هي ايكوال الاي بي اوفر التو ار، الهايبوتنس هيبقى تو ار. اه، يبقى ال R equal كام؟ هيبقى equal ال AB over 2 sin C. تمام،
بس دي اللي هي يعني AB over 2 times ايه بقى cosec C. حلو، يعني انا ممكن اشيل الار من هنا واكتب ان هي باي تايمز AB over 2 cosec C all power 2 وادخل الباور 2، فهتبقى AB power 2. ايه ده، هو ده اللي كان بيقول عليه. ماشي، والتو هتخش على التول ده يبقى 4، والتو هتخش على الكوسيك تبقى كوسيك سكوير. كلام جميل، ده الباي اوفر 4 ظهرت، الاي بي سكوير دي ظهرت، بس ما فيش بقى كوسيك سكوير سي في التشويسز. فدي بقى ايه، رزالة منه ورخامة. ف نشوف حل تاني، او بدل ما اشتغل بقى اشتغل نفس الاسلوب بقى بس على الايه. لا، في حركة جميلة، ايه هي بقى؟ ان انا ممكن اشيل الساين سي دي واكتب هي هي كوزاين ايه، ولا من شاف ولا من دري. كده ليه كده؟ هو من حق اعمل حاجة زي كده؟ اه، ما انا عارف ان الايه ميجر الانجل ايه ايكوال 90 ماينس السي، ميجر الانجل سي يعني، صح ولا لا؟ صح. بس فانا ممكن هنا كانت في ايه، كان في ساين سي، مش انا ممكن اشيل السي بقى واحط مكانها ها 90 ماينس الايه. طب ساين 90 ماينس الايه تدينا ايه؟ 90 ماينس بتقلب فتبقى كوزاين الايه. تمام، او عموما يعني انت دي حاجة المفروض ايه تكونوا خلاص حفظتوها، ان ساين سي هي هي كوزاين ايه، وان كوزاين وان ساين ايه هي هي كوزاين سي، وهكذا بيكونوا كده ايه بيلعبوا مع بعض. بس طب لو كملت كده، تعالوا نشوف ال اي بي اوفر 2 خلاص زي ما هي، كوزاين ايه بقى تبقى ها 1 اوفر كوزاين تبقى سيك ال ايه. تمام، فهنشيل دي بس ونكتب مكانها ايه سيك ال ايه. كلام جميل. طب هل دي موجودة في التشويسز؟ ها لا، برضو لا حول ولا قوة إلا بالله. تصرف ازاي بقى في حاجة زي كده؟ اه، من الاسم الأول بقى مش عارف ان سيك سكوير ايه هي هي 1 بلس تاني سكوير ايه، صح ولا لا؟ اه، بس كده يبقى هي تشويس سي، الحمد لله أخيرا. تمام، طبعا سؤال مستوى عالي. اللي بعده 20 بيقول ان دي ايه كل مش عارف ايه، كل دول ب 5، يعني دي ب 5 دي ب 5 ودي ب 5، والانجل دي ب 80، يبقى اكيد الانجل دي بكام؟ 100 اكيد، دي كلها 180. ماشي، وبعدين هكمل ازاي؟ شو عايز الاي سي؟ نركز على اللي هو عايز، هو عايز الاي سي. حلو، وده ايسوسيلس ترينجل 5 و5 معايا، وعارف الانجل دي ب 100. طب مش انا لو نزلت بيربنديكلر هبايسكت تحت؟ اه، طب ما تيجي ننزل بيربنديكلر، انا بايسكت تحت وهم بايسكت الانجل، فتبقى 50 و50. يلا نستعمل الاسلوب ده، يبقى انا عايز الحتة دي اقدر اجيبها. اه طبعا، دي طبعا هينزل بيربنديكلر عشان ده ايسوسيلس وده هيبايسكت. ماشي، يلا الحتة دي عايز انا الاوبوزيت لل50 ومعايا الهايبوتنس، استعمل الساين، يبقى ساين 50 هتبقى ايكوال ال اسمه ايه الاوبوزيت اللي هو ده، سميه مثلا اي بي سي دي اي مثلا. يلا، يبقى ال سي اي اوفر ال5، يبقى ال سي اي هتبقى ايكوال كام؟ 5 ساين 50. حلو، ده كده ال سي اي، بس انا عايز ال اي سي تايمز 2، يبقى ال اي سي هيبقى 10 ساين 50. هل في تشويس كده؟ اه طبعا، ده هو تشويس بي. بعد كده 21 if ABC is a right angle triangle at B AB ب 6 and the perimeter of ABC 24، عايز measure ال angles. طيب مبدئيا احنا right angle triangle، تعالوا نرسمه at B، يبقى ABC كده، AB يعطيهالي 6 سنتيمتر،
والبريمتر عطيهولي ب 24، يعني ال AB plus ال BC plus ال AC كله 24. طيب مش لو سميت مثلا ال AC ب X، حد يقدر يقول لي ال BC تبقى بكام؟ ما انا عارف ان ال BC ده، او ان الصم يعني بتاعهم ال BC plus ال X plus ال 6 equal كام؟ 24. يبقى ال BC هيبقى equal، نودي الحاجة دي الناحية التانية، يبقى ال BC هيبقى equal 18 minus ال X، صح ولا لأ؟ طب كده انا هستفيد ايه؟ مش هنعمل equations بقى واشتغل واجيب ال X وبتاع. بس ببساطة اقدر اجيب دلوقتي ال X ازاي؟ بايثاغورس، مش عارف بقى ان ال X square هتبقى equal ال 18 minus ال X square whole square plus 6 square، صح ولا لأ؟ من بايثاغورس اقدر اجيب الاكس كده ولا لا؟ شيفت سولف او يوزنج ان انت تفك بقى وبتاع، ماشي. فشيفت سولف وخلاص هيدينا الاكس بكام؟ بتاني. حلو، لو عرفت ان الاكس بتاني يبقى خلاص عرفت ان الايه، ان البي سي بقيت تمام. هو كان طالب مجرى الانجل سي، خلاص بقى بأي اسلوب بقى، بأي طريقة، بأي بتنجان، عايز ساين، عايز كوزاين، عايز تان، عايز اي حاجة شغال. خلينا مثلا ايه، تان بس وبزيد على الجيس، يبقى تان انفرس 6 اوفر ال 8 نحسب تطلع approximately 37 ده تشويس سي. اي دي بيقول ان هي برضه اي دي اي سي يا ابني يا حبيبي، معلش عنده حاول بس في الحروف. is a diameter in a circle. AB is a tangent. وعطينا AB equal 6، يعني ده كده ب 6 سنتيمتر، والradius ب 5، يعني ده ب 5 وده ب 5. عايز measure ال angle DCM، عايز ال angle دي. جابها ازاي دي بقى؟ طيب تعالوا نشوف ايه اللي معانا وايه اللي نقدر نستعمله. مبدئيا AB tangent يبقى دي 90. حلو، يبقى انا بسهوله اقدر اجيب الانجل دي لو انا عايزها، واقدر اجيب الانجل دي لو انا عايزها. طب مين يهمني او مين اللي هستفيد منه؟ الانجل دي انا هستفيد منها كويس قوي. ازاي؟ تعالوا نشوف، تعالوا نجيب الانجل دي. هيبقى تان انفرس اوبوزيت على الادجيسنت لو 6 اوفر الايه ال 5، تطلع ابروكسيمتلي مثلا 50 ديجري 12 مينت، ماشي. حلو، طب دي ايه علاقتها بدي؟ حد يقدر يقول لي؟ ما دول الاتنين سبتندد باي سيم ارك، يلا بينا. طالما سبتندد باي سيم ارك، طبعا اللي طالع من الميد بوينت او من السنتر ده السنترال انجل، حلو. اما دي انسكرايبد انجل، فالانسكرايبد انجل اللي هي السي ده بتبقى مالها بالسنترال، بتبقى هاف السنترال انجل، فالانسر تطلع approximately 25 degree 6 minute. هل دي موجودة؟ طبعا لا choice B، وكده ال choices خلصت بنجاح الحمد لله. نخش على ال essay questions، يلا بينا. بيقول عايز ال X، طبعا معانا ال hypotenuse ومعانا ال angle، فهنجيب ايه؟ 7 برضو كوزاين 47، والواي هتتجاب ازاي؟ 7 ساين 47، من اهم الحاجات في الدرس ده اصلا. تمام، بعد كده عايز الاكس ومعايا الاوبوزيت لل 56. حلو، فلو انا عايز الاكس على طول اقدر اجيبها بازاي؟ ما مين اللي بيربط لي الادجيسنت بالاوبوزيت التاني؟ يبقى tan 56 equal ال 8 over ال x. فانا لو عايز ال x يبقى ال x هتبقى equal 8 over tan 56، صح ولا لا؟ حلو، طب ال y ببساطة ممكن بقى يا اما اجيبها بايثاغورس، ده option، او بنفس الاسلوب عايز اربط ال opposite بال hypotenuse. مين اللي بيربط الأوبوزيت بالهايبوتنس؟ الساين.
يبقى اقول sin 56 equal 8 over ال y، واجيب ال y طبعا cross multiplication. كلام جميل. بعد كده عايز الالفا والبيتا. طيب الالفا اقدر اجيبها ازاي؟ عايز relation ما بين ال opposite وال adjacent. يبقى ببساطة أقدر أقول إن تان ألفا equal ال 5 over ال 6. طب لو عايز الألفا تطلع 39.8 degree، أو لو حولتها degree minute second تطلع 39 degree 48 minute 20 second. فالبيتا أقدر أجيبها إن أنا أعمل 90 minus دي على طول direct، أو برضه بنفس الأسلوب معايا ال opposite وال adjacent بالتان برضه. كلام جميل. 2 يلا لو انا عايز البيتا I relate eyes relation between the adjacent way and the hypotenuse. ناخد بالنا ان ده ال hypotenuse عشان opposite لل 90. يلا اقدر اجيب ال بانهي relation cosine beta equal adjacent اللي هو 5 over ال hypotenuse اللي هو ال 13. طبعا حد ممكن يقول لي طب ما انا ممكن احسب ده تمام ويبقى معايا ريليشن ما بين الـ opposite والـ adjacent، عادي برضه مش غلط، يبقى يسجل الصراحة. تمام. طيب الـ alpha لو أنا عايزاها opposite و hypotenuse يبقى بالـ a sine، أو طبعا 90 minus الـ beta اللي أنا هجيبها وهكذا. يلا آخر واحدة الـ beta لو أنا عايز أجيبها التان، يبقى tan beta equal adjacent opposite ولا a over ال adjacent. كلام جميل. وبرضه الألفا 90 minus أو بنفس الحرف. بعد كده number 3 طبعا بيقول هو إن هو right angle at B، هنرسم ونحط ال givens اللي هو عطي عنا. طبعا السايد اللي ناقص أقدر أجيبه بايثاغورس، سهلة جدا. والأنجلز بنفس الأسلوب. number 4 برضه نفس الأسلوب، هنرسم ونحط إن هي right angle عند ال B، ونحط ال givens يعني نكتب كده ABC. هو AB هيعطي عنا مثلا في أول سؤال بـ18، وعطينا المجر ال angle A بالradian طبعا، هحولها degree يعني أعمل إيه times 180 divided by، مننساش. بس هيكون معايا ال angle ومعايا مثلا ال adjacent ليها، عايز أجيب ال opposite مثلا، استعمل ايه التان. تان الانجل بقى اللي انا جبتها هيبقى ايكوال الاوبوزيت اللي هو البي سي اوفر الادجيسنت اللي هو الاي تي، واجيب البي سي ان انا اعمل الاي تي هنا بالمالتيبليكيشن وهكذا. تمام. طبعا لو عايز اجيب الانجل اللي ناقصه بسهوله اعمل ايه 90 ماينس الانجل دي وخلصت. تمام. بعد ما احولها طبعا ايه ديجري، أو ممكن أشتغلها بالريديان، أعمل باي أوفر 2 ماينس 1.169 على طول، ده هيجيب لي الأنجل بالديجري، وده أسلوب طبعا إيه كويس وأسرع كتير. اللي بعد ABC is a triangle which AB equal AC. ده isosceles أصلا. ماشي يلا ABC AB equal AC، BC عطيهالي 20، measure angle B عطي هاري 48 degree 54 minute. حلو. عايز اللنس بتاع ال AB بكام؟ أنا عايز ده ببساطة، طالما هو isosceles هننزل perpendicular، هنبايسكت البيز يعني ده ب 10، فهيكون معايا ال adjacent لل 48 مش عارف ايه، وعايز ال hypotenuse هستعمل مين؟ cosine ال 48 degree 54 minute هيبقى equal ال 10 over الهايبوتنس بقى اللي انا عايزه اللي هو ال AB. تمام. ببساطة اقدر اجيب ال AB ان انا هعمل equal 10 over cosine اللي احنا جبناه ده. تمام جميل. 6 بيقول a circle اصلا of radius، تعالى نرسم circle radius بتاعها 7. طيب حلو. a chord was drawn in it opposite to a central angle of measure 110. حلو. عايز يبقى هو
calculate the length of this chord to the nearest thousand. طيب نرسم ازاي؟ عادي هنرسم، هو بيقول chord 110 يعني مثلا كده او كده اي طريقة يعني كده مثلا، وده ال 110 اهي، وارسم chord ده طبعا السنترال انجل، وده الكورد ده سميه مثلا اي حاجة اي دي مثلا ودي ام. طيب انا عارف ان ده بسبب كمل ازاي، او ببساطة ممكن انزل بيربنديكولار، ما ده ايسوسيلس ترينجل، انزل بيربنديكولار هبايسك يا فهو عايز الاي بي بقى، فطبعا احنا ايه هنبايسكت برضو الانجل، فانت عندنا 110 هنقسمها على 2 تطلع كام 55، يبقى انا عرفت ان الانجل دي هنكبر كده الانجل دي 55. حلو طبعا معايا الهايبوتنس، ما ده ال 90 معايا الهايبوتنس، عايز الاوبوزيت اعمل ايه؟ ساين صح، يبقى ساين 55 هتبقى ايكوال الاوبوزيت اللي هي نسميها مثلا دي مثلا اللي هي الاي دي اوفر الهايبوتنس اللي هو ب7 بس، يبقى الاي دي ايكوال 7 تايمز الساين 55 فتطلع برقم نعمله تايمز 2 يبقى الانسر هتطلع 11.468 مش عارف ايه. تمام هو عايز تو ذا نيرست ثاوزندز، فطبعا هيبقى 11.468 تمام ثاوزندز، يعني هناخد 3 ارقام بعد الديسم. كلام جميل. بعد كده بيقول a piece of land is in the shape of rhombus. طيب تعالى نرسم، عندنا رمز اهو كلام جميل اسمه A B C D اهو A B C D. ال side length 10 طبعا ال side length في الرومبس كله بيكون equal، ده قد ده قد ده شبه ال square كده. حلو بعدين عطيلي measure ال angle A B C A B C، يعني عطيلي ال angle دي 104 degree 16 minute. عايز ال length of each of its two diagonals. يعني عايز DC، عايز ال AC وعايز برضو ال BD، عايز الاتنين. طيب بنفس الأسلوب طبعا واضح ان triangle ABC isosceles triangle، فهنزل perpendicular، وكده كده من properties الرومبس ان ال diagonals بيكونوا perpendicular to each other وبيكونوا bisect each other، ف therefore نفس الكلام برضو ايه اللي فات، يبقى 104 degree 16 minute هقسمها على 2 هيدينا ايه 52 degree 8 minute. حلو بس معايا ال hypotenuse عايز مثلا ال opposite، مرة مثلا عايز ال opposite ومعايا ال hypotenuse ومعايا ال angle دي، ببساطة أقدر أستعمل إيه؟ معايا ال hypotenuse ومعايا angle، ده أنا أقدر أجيب ال opposite وال adjacent بسهولة جدا. إزاي؟ ال opposite هيبقى ال hypotenuse في sine 52 degree 8 minute، وال adjacent هيبقى ال hypotenuse في cosine 52 degree 8 minutes. صح ولا لأ؟ كنا قايلين إن دي من أهم الحاجات، فلو لقطناها هنبقى ايه اسرع كتير. يلا نحسب دي هتطلع ب7.89 مش عارف ايه تمام، ده اللي هي الحتة دي. طبعا هو عايز الدياجونال كله فهنعمل تايمز 2 فهتدينا ايه 15.79 approximately متر طبعا عشان هو جيفن بالمتر. طيب والتانية هتطلع 6.138 برضو هنعمل تايمز 2 عشان نجيب الدايجونال كله فهيطلع ايه approximately 12.28 متر. كلام جميل. نيجي لآخر سؤال عندنا بيقول BCD is an isosceles trapezium. تعالوا نرسم ال isosceles trapezium. حلو اسمه ABCD وبيقول ان ال AD parallel لل BC، هل اللي انا رسمه ده كده مظبوط؟ هل كده ال AD parallel لل BC؟ لا فانا رسمي اصلا ايه كده مش صح، الحروف يعني ايه مش هتبقى صح. طيب هو بيقول ان ال AD parallel لل BC، طب خلينا نكمل عشان نعرف برضو ايه مين الطويل ومين الصغير احسن يعني.
ال AB بيقول ان هي ب5 وال AD ده اللي هو ده بيقول ان هو ب4 وال BC بيقول ان هو ب10. حلو، يبقى طبعا الصح هيبقى ايه؟ AD كده، يبقى ده ال B وده ال C، تمام، عشان ده الصغير. ده ب4 سنتيمتر، ده ب10 سنتيمتر، واعطي لي بقى ال AB ب5 سنتيمتر، وده برضو ب5 سنتيمتر، عشان كده كده هو ايسوسيلس ترابيزي. تمام. find the measure of each of its four angles. يعني عايز مين؟ يعني عايز الانجل دي والانجل دي والانجل دي والانجل دي. تمام، طبعا من properties للترابيزيوم ان طبعا التو انجلز دول مالهم؟ supplementary، لان اصلا دول parallel. تمام، فحرف السي اهو، يعني الصم بتاعهم لازم يكون ب180. فانا لو جبت بس الانجل دي خلاص عرفت ايه، اجيب الانجل دي. تمام، وعامل 180 ماينس دي وخلص. طيب والناحيه التانية؟ طب ما ده ايسوسيلس اصلا، يبقى اكيد الانجل دي هي الانجل دي، يعني السي هي هي البي، واكيد برضو الدي هي هي الاي. تمام، بس فانا هستغل ايه الكلام ده. يلا بينا، اعمل ايه طيب عشان اكمل؟ يعني انا عايز اجيب الانجل دي مثلا اللي هي سيتا دي، طبعا زيها اكيد هتبقى سيتا. فلو جبت السيتا دي خلاص كل الحاجة هتبقى تمام. الفكرة بقى في ايه؟ مش انا ممكن انزل perpendicular من ال vertex ده كده؟ حلو، طب لو نزلت كده perpendicular هيساعدني في حاجة؟ طبعا. ايه هو؟ ان انا عملت right angle triangle ببساطة. طيب ومن الناحية التانية هعمل نفس الكلام. طب ليه هعمل نفس الكلام؟ هنشوف دلوقتي. مش اللي فوق ده ال AD كله ب4؟ مش ده كله هيبقى بكام؟ 4 برضو، سبحان الله. تمام، طب والحتت اللي فاضلة بقى تبقى بكام؟ على بعضها، على بعضها تبقى ب6. تمام، وسنس ان احنا ايسوسيلس ترابيزيوم فيبقى هتتقسم 3 و3. حلو، ازاي جبت ال 6؟ 10 ماينس ال 4. تمام، ما انا عارف ان ده كله ب 10. حلو، عرفت ان الحته دي ب 4، يبقى اللي فاضل ب 6 وهيتقسموا ايكوالي عشان احنا ايسوسيلس ترابيز. بس معايا ده ب 5، معايا ده ب 3، اقدر طبعا اجيب الانجل سيتا بسهوله، معايا الهايبوتنس ومعايا الادجيسنت، يبقى هستعمل كوزاين سيتا هتبقى ايكوال ادجيسنت اوفر الهايبوتنس. يبقى ببساطة أقدر أجيب السيتا إن هي هتبقى equal shift cosine 3 over 5 اللي هي تطلع approximately 53 degree 7 minute 48 second أو 53 degree 8 minute على طول approximately. تمام، جبت السيتا وقلنا من السيتا هقدر أجيب بقى الباقي كله. يلا، يبقى الأنجل دي هتبقى بكام؟ قلنا هتبقى ب 180 ماينس ال 53 ديجري ال 8 مينت. تمام، عشان احنا supplementary تطلع كام؟ هتطلع 126 ديجري 52 مينت approximately. طيب ده هو عايز الأربعة. هقول له بقى خلاص، ما الأنجل ايه قدها، يعني دي كده هقول له ان دي measure الأنجل سي وإيكوال برضو measure الانجل بي. طب واللي تحت؟ measure الانجل اي وايكوال برضو measure الانجل دي، وبس خلاص. تمام، ده كده كان نهاية كلامنا في الهوم كريكشن السولفينج رايت انجل تريانجل. وكان في الاول كان في السولفينج ايه التريجونومتريك ايكويشنز. تمام، بس كده عارف ان انا طولت عليكم، بس ايه كان في كم اسئله محترم يعني. فإن شاء الله تقدوا رمضان كويس، وأشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاية. السلام عليكم.